تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائكم الرياضي على شاد اف ام، برنامج البطوله الموعد ديالكم اليومي من الحد حتى الخميس من الوحده حتى الثلاثاء. سعيد جدا نتلاقاو بكم في هذا الاسبوع، بدايه اسبوع موفقه للجميع. كابتن فخر الدين، اهلا وسهلا. اهلا منير، رضا وجميع صديقي وصديقات البرنامج، كيف الحال؟ كل شيء بخير الحمد لله، صحه لاباس، هانيه اموركم. مع كامل الاسف مستمعينا الكرام، الجمهور الرياضي الكريم، تفرقنا البارح على ايقاع، نتمنى ان شاء الله غدا نتلاقاو ونحن نناقش الشامبيونز ليغ الرابعه للوداد والثامنه للمغرب، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وغادي نرجعوا الماتش فينال، مباراه الاياب اللي تلعبت البارح بين الوداد الرياضي والاهلي المصري، نهضروا على مختلف الجوانب وخاصه الكابتن فخر الدين عشت المباراه عن قرب يعني من داخل الملعب، وكنظن انه المتابعه هذه المره كانت بواحد واحد النظره اخرى، واحد هي صفري كاين ليموسيون. حصلها ماشي هكاك، حيت كتكون عايش قدام الناس وكتشوف كيف كنقولوا حنا كنقراو المباراه، عكس الجمهور اللي جالس هذاك اللي مسكين كيف كنقول لك دائما اللي هو كيشوف الوداد لعبه، ما كيشوفش سبورتور، ما كيشوفش دوك الحوايجات اللي كنشوفوهم حنا. دابا كنت جالس عاد بلا قلت انا ومصندا ونادي المياغري والداودي، وهذا كان هضروا فهمتي، اشاك فوا كتعرف اش خصو يدار اللي ما يدارش، ولكن الغالب الله كيف كنقولوا حنا الغالب الله. غادي ندخلوا في هذا، غادي نرجعوا لهاد الحويجات، لانه صراحه وانا باش نبقاو حتى حنا دائما كيف عودناكم اوفياء، لا ديما تبقاو في اوفياء للقناعه. فوالا انا غنمشي في شقين، مازال غادي نهضروا على بزاف. الشق الاول اللي غنهضروا فيه فوالا الوداد راه ماتش فينال، ماشي كل مره فريق مغربي كيوصل للماتش فينال ولا شي، غنهضروا على الجانب، مي كاين واحد الجانب اخر غنفتحوه، شنو هي الحوايج اللي خلات اللقب يمشي البارح من الوداد؟ كاينين بحال كيف كنا ناقشنا الماتش ديال المغرب وفرنسا، ايه راه فوالا درنا دومي فينال، مي جا ولي درك واحد النهار قال لك لا، راه طرحنا اسئله علاش خسرنا مع فرنسا. حنا غادي نطرحوا اليوم اسئله علاش اللقب مشى بهذه الطريقه، وعلامات مشى في 10 دقائق الاخرى. لا علاش انت بغيتي تجي تجلس هنا وتقول كيفاش الا ما قلتيش علاش اللقب مشى؟ شنو هو الدور؟ حنا كنهيئوا المستمع. لا شنو هو الدور؟ شنو هو الدور ديالي انا اللي جايبني لهنا، وشنو هو الدور ديالك انت؟ الا ما غاديش تناقش كيفاش نهزمنا، علاش انا جايبني كاع جلست انا هنا نبقى نهضر؟ انا اللي جايبك. لا علاش انا غادي نجي؟ راه انت اللي اي، ولكن علاش غنجي انا وياك نديروا هذا البرنامج منير؟ هذه فخر الدين للتوضيح، حيت كاين اللي يكون في العوان الجمهور يقول لك شوف واه درنا فينال الدراري تقاتلوا. اي شوف هذا الشيء اللي كتقول، هذا الشيء اللي كتقول. انا البارح خرجت كاينين الناس بحالك انت، قدر الله وما شاء فعل، والله العظيم السيد مسكين وفي الاخر قال لك وانا من هذا الشيء كله راه وليت صويره، شو دابا مسكين هذا؟ حصلني انا ورشيد غادي كنجريو على رجلينا، عرفتي باش ضرب الطريق من مركب حتى البورغون انت غادي على رجليك بحال المسطي، غادي عا غاديين حنا شتي حنا عا غاديين، بقى واحد خمسة دقائق ولا هادو حنا عا غاديين، كل مره كنشوفو نطلو في شي قهوه ولا دزنا كنبقاو نشوفو غادي كاين مسطين، يعني كتشوف شي حوايج. ثم بالاضافه للوداد والاهلي غادي نفتحوا النقاش على الفريق الوطني المغربي الذي سيعود اليوم فعليا للجمهور الرياضي المغربي، ولكن بدايه من اليوم من بوابات المنتخبات الافريقيه، من اليوم ما عندك الا افريقيا. ثم نقاش ديال بعض الاشياء اللي جات في الندوه الصحفيه ديال وليد الركراكي ديال ما قبل المباراه. قبل ذلك فخر الدين، اوروغواي بطل العالم الشبان. اها حتى الدقيقه 88 اوكيستا ماتش بلا يعني جوج ديال المدارس وكانهم راه كيتشابهوا، فايتهم لوروغواي بالتقنيات، والايطالي هي الايطالي، والايطالي هي الايطالي، هذاك لا دي ان ديال هذوك الفرق دوك الوليدات بقاو فيا صراحه، هادو تيبكيو من اجل الفرحه، اخرين تيبكيو من اجل الخساره، الجمهور اللي حضر كثير لانه قريب كنعرفوا دوك الارجنتين لوروغواي الامريك لاتين نهائي. هنا كنرجعوا لديك السنوات القديمه اللي كنت كتسمع لوروغواي ملي كانت كدير لا كوب دي موند، اييه ملي كانت في يعني ملي كانت ديما كتلعب ادوار المنتخب الكبير، ملي كانت في كوبا امريكا اللي هزمات البرازيل في واحد الوقت من الاوقات، يعني كنقولوا حنا على الاقل جوج ديال المدارس اللي شفنا، اولا لي زيطاليان هذه بعدا نقطه اللي خصها نهضروا عليها بزاف، الوصول ديال هذاك الجيل دابا النهائي هذا كيبين لك على انه كاين عمل قاعدي داخل ايطاليا، و
وثم الفوز ديال الاوروغواي اللي ما جاش يعني كيذكرنا بالاوروغواي ديال اللاعبين ديالها الكبار ديك لاراج دو فان ديك لاغرينتا دوك التقنيات. وقلت واحد الحاجه قلت لي المدارس المدارس واش بانت لك في الماتش فينا كاين مدارس لا دين دير كيف كتشوف الكبار كتشوف الصغار فوالا كاين مدارس تختلف. انا كنقول لك اللي ينفع الاوروغواي هو دوك التقنيات. وهنا تنوضعوا السؤال اين هي البرازيل من هذا البرازيل غادرت لا اين هي البرازيل من هذا الحضور لان دابا حنا بدينا كنتكلموا بزاف كنشدوا حنا شاك فوا دابا ولينا كنتكلموا اون فوا يبان لنا واحد الفرقه لابسه صفر وكنبداو نشعروا على الماضي ولا كنحطوا شي حوايج على الكو داكشي صافي اكل عليه الدور الشريف. دابا خصك تعطيني شكون انت دابا شكون انت هاد الساعه الله يرضي عليك تقول لي الطونغو ولا تقول لي السامبا ولا تقول لي شي هادشي ما بقيتش بغيت نسمعوا انا السامبا خصها تبان لي في التيران الطونغو خصها تبان لي في التيران صافي. الا بغيت نهضر على دابا اللي غادي نهضر عليهم هما الاوروغواي والايطالي عليهم حراره ليزيطاليا وثم المنتخبات الاخرى اللي برهنات بحال دابا كوريا اللي ما خرجاتش من لا بتيت بورت كيف كنقولوا حنا. هناك منتخبات ثم كاين سؤال اخر المنتخب الفرنسي لانه حتى هو هضر في الدور الاول حتى هو اكاديمي وبزاف ديال الحوايج ما تنظنش غيربعوا يديهم مونير سوا سيور سيرتان بانه غادي يكونوا جالسين دابا كيفكروا في المستقبل غير هو ما عندهم واحد الفلسفه ولا باقي تعقل راه دوزنا مدربين فرنسيين وكان في فترات كان ايمي جاكي جا ضرب دويره هنايا وكان ميشيل هيدالغو عندهم واحد الفلسفه هما ما كتهمهمش النتائج في الفئات الصغرى بقدر ما كيهمهمش شحال ديال اللعابه كيطلعوا الكبار هذا المنتخب ديال الشباني يمكن من هنا واحد العام تشوفهم شوف باقيين صغار تقدر تشوف هادو ديال الاولمبي يقدروا يلعبوا في الاولمبي هادو الشتين شي وحدين يكونوا في المنتخب الاولمبي وتقدر تلقاهم في سينيور لعبتك زعما وغادي تبقى غادي كتشوف كاين هناك عمل. انا كندوي على دابا لي زيكول اللي شاركوا في هاد كاس العالم واللي خرجوا خاوي الوفاض واللي ما تنظنش مونير ما يكونوا استفدوا من هاد المشاركه ديالهم وغادي يفكروا فيها. ثم المنتخب النيجيري والمنتخب السنغالي وغامبيا هادو منتخبات برهنوا على انهم قادرين تشوفهم ان شاء الله في مشاركات اخرى ولماذا الوصول الى النهائي. فكان هذا بخصوص كاس العالم للشبان. غادي نخص لك دابا واحد الحيز قبل الفاصل كاين تبارك الله واحد الوقيت قول لي يا واش مانشستر سيتي استحق اللقب ديال تشامبيونز ليغ ولكن قبل ما تقول استحق رجع معايا للوراء على الماتش اللي قلتي لي باش قلتي لي واش قلت لك ماتش ما غيكون ساهل للسيتي خاصك ديما ترجع شويه لا غير نكمل الجزء الثاني عرفت او ان انتر ميلان ضيعوا شي حاجه في ايوا سي كوم سا هذه شوف كتلعب مع فريق اللي هو عنده ذاك الحس التهديفي عنده الحس الهجومي يمكن السيتي غوارديولا لعب بحال داكشي اللي كنفكرك فيه اللي قلتي لي واش كنتي كتوقع على ان غوارديولا علاش كان عنده تخوف من الانتر ميلان عارف بان الانتر ميلان سي با زين ايكيب اباتر فاسيلمون وقلتها لك انا قلت لك ليزيطاليان ما يمكنش تجي ودير لهم واحد لو تيتر بسهوله يعني دير فيهم فيلم. السيتي ما كاينش ما شداتوش وبهدلاتو في الكونسرفاسيون دو بال لا بينيتراسيون دو دروات ا غوش ميليو تيرا كاع الحوايج ديال الكره كيديروا مع الانتر ما قدروش ما يقدروش ماشي ما يقدروش ما بقاش تقول ما قدروش الفرقه اللي حداهم انا قالها هو غوارديولا قال لك لقينا قدامنا شكرهم فرقه واقفه بالميليو تيرا ودير واحد القضيه الوقيته اللي كانت غتسجل الانتر دي ميلان. انا كنظن بانه الهدف اللي تسجل الا عاودتيه داز جوج ديال اللعابه وداروا لي جيست ديال عطاو بظهرهم وبغات دار الطريق ثم المحاوله في 89 ديال لوكاكو بالراس لوكاكو كان كيضرب كره كيضربها كت الكارديان ديبيت شونسو في البلاصه فين هو البلاصه فين ضربات ليه في رجليه بحالاش فاش كراسك الهوند شكون عاوتاني اللي كان تما اللاعب اللي غيخرجها بالراس راه ماشي خرجها هو بالراس هي جايه غتضرب ليه في راسو هو دار انجست هذاك الوجاس كان يا ما يدخلها ولا تخرج علاش هما شدوا في راسهم. شوف الكره عوداتنا على شي حويجات كره قدم كتالم صراحه ملي كتشوف سيرلي غرادان هادو تيبكيو من اجل الحصره اللي انا ضاعت لهم المحاوله الاخرين متحصرين لانه كانوا غادي يتقدروا يتعادلوا ولكن ملي اللي كتجي تشوف هو لو ماتش ملي كتجلس في الطابله وتبغي تتفرج تشامبيونز ليغ بالمقومات ديالها باللي بغيت التيران بهذاك اللي هاز لاكوب لاكوب دوروب شكون هو اللي غادي يحط لاكوب دوروب شكون هو لان هذه راه ناقشناها منير شكون اللي هاز لاكوب دوروب ومشى حطو
الانسيان جوور ديالو كان لك في البايير وكان سانتور كو جو كرو ياك ما عقلتش السميه مشات ليا راه سانتور مي كتعطى الكوب ماشي لاي واحد اعترافا احتفاء باللي بغيتي نتايا لا لا ولكن واحد القضيه راه كتكون جالس كتبقى تفرج دابا البارح هذاك اللي هز الكوب دافك شكون هو اللي جا حطها اه انا ما عرفتوش ايوا جوستومون والله ما عرفتو دابا راه كاينه مشكله واقع حنا كنعيشو شي حوايج اللي هما ما كيدخلوش لك الدماغ ولا كيبغيو يدخلوا منين صحا ولا ما عرفت جو سي با انا كنتفرج هنا وكنشوف واحد النظام حميد التين توب التين توب ايوب طوطو تحيه لك اخويا ايوب سانتورك مشات لي السميه كان في باير اصل تركيا اه واحد غادي يهز لاكوب دوروب غادي غدا يقدر يجيبها كان كيجيبها مالديني يقدر يجيبها جو سي با واحد النهار تشوف غوارديولا ولا اللي كان في هذه اللعابه اللي لاعبين اذا انت ما حنا باقي ما بغيناش نخرجوا على النطاق ديال خاص يجي واحد السيد ما فهمتش انا اي خدام شي شركه هو اللي كيعطي الفلوس شغلو هذاك ولكن الكره الكويريه مالها اللي يلعبوا الكره اللي غادي يديروا احترام انا صاحبي غير لهاد الكره هذه اللي مدوره هاد المستديره اللي في اوروبا كعطينا قيمه ومكبرين بهذا وحنا ملي كدوز على الجهه ديالك كتلقى شي حوايج ما ماشي الله يرحم اذا فوز مانشستر سيتي عطي غوارديولا قال لهم انا الا بغيتي تكون فرقه كبيره هذا بغيتي تسمع ناصر الخليفي راه كان البارح حداكم انا بغيتو يسمع بغيتو يسمع انا سمعتيني بغيتو يسمع يسمع اش قال غوارديولا اش قال قال لك الا بغينا نكونوا بصح حنا فرقه كبيره وكنلعب خصنا نديو الشامبيونز ليغ وسد على هذا القوس ماشي سمع منير هذا راه ديجا عنده لقب ولقبين وشامبيونه ما قالش حنا راه ماشي ساهله دي الشامبيونه في الانجليز وماشي اش قال قال لك الا بغينا نكونوا فرقه كبيره خاصك دي الشامبيونز ليغ خاصك دي الشامبيونز ليغ قال لك باش نكونوا نيت بصح فعلا كبار. حنا كبار حيت هذاك السيد هو الا سمح لي رضا في خبر ديال رحيل بيرلوسكوني الله يرحمه سمعتها ايوا هذا بحال قلتي الرئيس الاسطوري ديال عز تالق ديال لاسي ميلان ماشي في الكره في الاوج ديال الكره ديال لاسي ميلان هذا مشى هذا بحال قلتي شي مجلد في دخلته الطاليان ملي تنقول لك مجلد كانت وغادي يكونوا واخدين من عنده وما تنظنش هذا ما يكونش واحد الكتاب ديالو وداك الشيء لانه صراحه كيفاش سير لاسي ميلان في واحد الوقت من الاوقات الوقيتة ديال باريزي وديال فان باستن وديال غيليت وديال سميتو واحد السيد هنايا سي يوسف قال لي اش داكم السيتي هضروا على الفشل اللي عندنا دابا صافي ولا عندنا الفشل في المغرب صافي بالنتيجه صافي ولا الفشل لا انا نبغي بنادم يبقى في ذاك الاتجاه ديالو حيت اتونسيون كي قلتي انت الحمد لله حنا اللي ما كنتبدلوش الحمد لله اللي كنبقاو غاديين سيروا مع الامور الحمد لله كما هي حيت الوقيته اللي كنكونوا نناقشوا بموضوعيه وكنعطيو له كل واحد حق حقه كاين اللي ما كيعجبوش الحال ايوا حيت الا ما خرجتيش ودرتي ليه داكشي اللي بغاه هو تيتقلق رانا فاصله رضا ومن بعد غادي نمشيو نهضروا على الوداد والاهلي المصري الحديث على الفريق المغربي اللي وصل مره اخرى كما هي العاده ديالو خلال هذه السنوات لادوار متقدمه جدا من تشامبيونز ليغ ثم حديث على لقب اللي مشى لينا هنا من مدينه الدار البيضاء في 10 دقائق الاخيره من المباراه دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام قراو بعد التعليقات سي فخر الدين ديال الاصدقاء ديالنا نسبقوهم هما الاولين اليوم مرحبا. خاصه كاين واحد التفاعل كثير مع الوداد تحيه بعد السي فؤاد من دوسلدورف تبارك الله عليك ياسر السلام مراره الخساره من فرق شمال افريقيا لا اتحملها وي عبد المنعم كهربا فعلوا ما ارادوا في الفرق المغربيه والمنتخب الشيطان اللي تكلم عليه وليد اتى متسللا البارحه المدافعين لا هذيك بوحده في سياق ديال كوب دي موند مع الاسبان وداك الشيء ماشي البارح نقدروا نهضروا على لا جيستيون ديال 90 دقيقه عند فريق وعند فريق وعند مدرب وعند مدرب وعند لعاب هي اللي دارت الفرق البارح محمد الوزاني تحياتي اخويا منين بين اسباب الاخفاق هو الجمهور اللي دار خطا فاش دار كراكاج وقفوا الماتش وخلاو الاهلي تاخذ الانفاس ديالها المدرب لقى فرصه باش يعطيهم تعليمات محمد تحياتي لكم الله يحفظك السي محمد بشار ايوب سلام تحيه كبيره لكم من مارسي ديما راجا هارد لك الوداد السلام عليكم السي منير سي فخر الدين انا كنحمل المسؤوليه المدرب هو اللي عطى اللقب للاهلي بذاك التغيير اللي دار
كان عليه يخرج صامبو الحسوني اللي ما داروا والو. الوداد خاصها مدرب خامس، احنا باقي داويين عليها السي صفوان حماده. السلام عليكم، تحيه لكم من مونريال. سياسين باللامين ودريس كاتب غير اودي رقم ما دريس ديالنا هذا غير اي ام دريس كاتب اودي ومسكينه شنو بان لكم في النيفو ديال لي U20؟ جو بونس موان دو غرينتا كو لي U17. ياسين بلامين كتهضر على لي U20 ديالنا. لا لا، كاين فرق، كاين فرق بين منتخب لاعبين كومبيتيسيون اوفيسيال اللي هو لي U17 وهادو اللي غاديين الان تورنوا. مازال عندنا فرصه فين غادي كانوا لعبوا مع كوت ديفوار، كانوا داروا ماتش زوين، لعبوا ضد كوت ديفوار مزيان، مي لي زوبجيكتيف راه كنا هضرنا عليهم. هو غير لعابه اللي ممكن يطلعوا للفئه اللي من بعد. علاش فخر الدين هذا روسي، ها علاش فخر الدين نهار قال لكم بلي واحد الزيرو ما كتاهلكش حيت هو عارف اش كاين، وهو علاش قال الايمان ان تغيير المدربين لا يعني النجاح وبلي فكره خاطئه. حزن كبير والله. هذا دارك هانتر روسي، تحيه لك، كتب ميساج بالعربيه والفرنسي. جي با كومبري لي جيست دو لونترينور كي ايتي اون تران دو دوموندي او جوور دافونسي جوست افيك سي دوا. واش ما كيقدرش يغوت؟ اون فوا با انزاغي اي غوارديولا اي سيميوني. وكل واحد شوف، انت كتهضر على ان بروفيل، على نيفو اللي فوالا كله نيفو ديال لي بروفيسيونيل. اخطاء بدائيه تكتيك المدرب، تهاون بعض اللاعبين بسبب الهزيمه، كنظنش اللعبه غيتهاونوا فينال، لا اظن. المهم بقى كيعاود داك علاش فخر الدين، فخر الدين معايا انا، داك الشيء اللي قال لي راه هو فودني دابا. سيمونير نقلا عنك فاش قلتي واستتيروا، ما رايك في عرض اهداف الاهلي ضد الرجاء في الشاشه الكبرى البارحه والتفاعل الكبير للجمهور؟ تحيه لاصحاب الوطنيه وقت ما بغاو، للاسف تنظيم كارثي والحمد لله دازت بخير. بالنسبه لك شي ديال الشاشه، واش جابوا لك شي حاجه اللي ما كانتش؟ راه جابوا لقطات ديال ماتش لعبوا الاهلي مع فريق مغربي، ماشي كيقولوا لك فوالا راه لا. اما تنظيم تقبية والله ما عندي الخاطر باش نهضر عليه. راه خرجنا هنا، كان معنا البارح الصديق عادل بن مالك، كان هو غادي يكون في الماتش، خرجنا هنا مع الثلاثه، باقي الابواب ما تفتحاتش، بقينا كنتمشاو وكندورو غير هذاك الشيء اللي كان غير من الربعه وفوت الربعه شويه. ما عرفتش اخويا هاد مركب محمد الخامسه شنو 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 باغين منه مازال بكل صراحه. اللاعب واخا صباح الخير من كندا، كيما داروا الثقه في وليد الركراكي والثقه كيما داروا الثقه في وليد الركراكي، مشى ليا الميساج، مشى ليا الميساج اخويا. العقليه يجب ان تتغير عند اللاعب المحلي وبسرعه. عبدل السلام عليكم، تحيه من فرانكفورت. المدربين المدربين على المدربين تعليم اللاعبين الجدد ان تكون لديهم عقليه مختلفه، ليس ان تصل الدقيقه 70 ويتراجعون الى الخلف. كذلك الوداد تحتاج لكابتن من طينه خرجه. تحيه رجاويه، البيت ديال الاهلي كيبين ان طاقم واش الوداد محتاج الكابتن مثل خرجه بدون تعليق في خاطر. لا بلاتي بلاتي خلينا نوقفوا عند هذه القضيه باش ما يكونش هناك غلط. شو دابا غير هذا المثال دابا اللي تعطى خرجه فوق عينينا وفوق الوداد ما دوزاتش دي كابتن ديك والله يلتي. لا علاش تقول الوداد خصها واحد من طينه سميتو؟ علاش 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 هذا علاش هذا التصغير وعلاش هذا سميتو؟ الوداد ما دوزاتش نيبت، الوداد ما دوزاتش عربي احردان كابيتان ديكيب نيبت. لا بلاتي بلاتي في ليكيب ناسيونال اه فا 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 سميتو ما داش كابيتان في الوداد. الوداد لا ما داراش حيت حنا كنا تما الوقيته اللي غادي نجيو. انا واش نقول لك سميتي كاع الوداد ما دارتش كابيتان ديكيب، دار الدودي من طينات الدودي من طينات جيل الفاضل من طينات الدراري اللي كيغوتوا موسانداو سي موسانداو راه ما كانش كابيتان ديكيب والله ما كان كيسكت تيطلع عند ديفونس يبدا يغوت ويعاير ويسب وداك الشيء. علاش عطيتينا حنا مثال الوداد خصها خرجه؟ خرجه راه عنده لعب في واحد الفرقه هذا خرجه ليكيب ناسيونال ياك؟ ايوا علاش ما تعطي انت مثال تقول لنا الوداد خصها واحد من طينات خرجه؟ قرا فوق واحد الميساج ديال واحد الرجل سهيلوفيتش قال لك تحيه رجويه، البيت ديال الاهلي كيبين ان طاقم تحليل الوداد ما حللش نفس البيت ماركا نفس اللاعب ضد ضد الرجاء، والتموضوع الخاطئ ديال سامبو في الكورنير ونفس التموضوع ديال و اشوف الهدف اللي غيجي غيجي راه غادي يجي كاين شي علامات اللي كيسبقوه. شوف دابا ندخلوا لهذا الموضوع هذا
حنا جايين حنا جايين. نقرا غير صراحه تحيه للاصدقاء اللي انا تعرفت عليهم. مساكن غادي يكونوا كيعبروا معنا اليوم. سلام خوتي العزاز من برشلونه. انا مازال ما فهمتش علاش ما كنقدروش نحافظوا على النتيجه في اخر اللحظات، لا مع المنتخب الشبان لا مع الفرق. مال الشبان؟ واش دخل الشبان؟ لا خلينا غير خلينا غير هنا عافاك. لا كونديسيون فيزيك ايو لا باغول ترونشونت. سيمونير بعد الانتهاء من البحر لهيه. عندنا الكرياج لهنا. للاسف التخبط والعشوائيه ديال العام كامل بانت في اهم 20 دقيقه في الموسم. وهل توقف المباراه بسبب الكراكاج نقطه تحول في مباراتي الجيش والاهلي؟ انا غنقول لك اه. كفانا من داكشي الاحتفالي ياو. راه راه كينعكس على على ارضيه الملعب. سولينا فريخ واش ما تصورش مع الصديق ديالو ناصر الخليفي؟ راه يلاه هضر على ناصر الخليفي. الا كنشوف فيه انا انا كيفاش غادي نعرف انا؟ تبع لي الجوقه وداك الشيء ويبان لي واقف. بغيت نعرفو انا ما عرفتش انايا. داكشي ما كندياش فيه. البارح كنتفرج انا والمدام والمعلق ديال المعلق ديال البيين قال لاحظوا في المنصه تواجد رئيس الكاف علاش وتواجد ناصر الخليفي اهم الشخصيات الافريقيه. علاش قلت لي علاش قالها رئيس الكاف وناصر الخليفي؟ قلت لها باترون ديالو. انت مستغرمك. وحنا واحد الوقيته كنا خدامين. ما تقدرش تهضر على باريس سان جيرمان بالسلبي. اتما ديالهم انا حضرت لها فاش يلاه خداهم. يا ويلك تجي وتقول شي حاجه على على باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان داك الشيء علاش مطفرينو؟ يبقاو يربحوا في بريست وهذاك الشيء ديال سميتو. كليرمون كليرمون الاهلي ربحونا بالقوه الجسديه في الاخر ولينا بحال لا لا سي يوسف. على اين تحيه لمصطفى. كنت بغيت نمياك ولكن غنقراه. مصطفى مسنين قال لك سي مدير ما كتشوفش معايا ان السبب الرئيسي في الحاله اللي وصل ليها الوداد هو عموته. عموته ما عنده علاقه بهذا الشيء كله. عموته مشى مسكين دار خدمته ولا دار راه كان الا قلتي عموته كان معك بطل افريقي ومشى لا خلي غير هذا لاسيزون. سنت يا منير الله يرضي عليك. شوف نخليو نحترموا كل واحد. عموته مشى اتي متى مشى عموته؟ عموته مشى باقى الشتاء وباقي ما جاش رمضان وباقي بزاف ديال الحوايج. واش عرفتي من مورا عموته اش وقع؟ راه من مورا عموته راه داكشي اللي وقع راه كثير وكثير وكثير وكثير. ورشدي رشيد لا دارك دي دارك قال لي هضروا على الحكم اللي حتى هو خسر الماتش. غادي الحكم الحكم دار داكشي اللي متوقع منه المنتظر منه. انا كنت الماتش خدام عرفتو غيخسر الماتش بشي شي حاجه لان ما عنده لا شخصيه ولا كيفاش خسر الماتش هو؟ تا دابا نهضروا على القضيه إيه. تا هو ندخلوا للمباراه. فخر الدين سؤال مفتوح. اشنو شفتي البارح؟ لا شوف انا نقول واحد القضيه الله يرضي عليك باش ما كاين بزاف ما يتقال وغادي نهضروا بهدوء. بهدوء وغادي حتى الناس اللي غيتناقشوا معنا بغيتهم ان شاء الله الا كانوا كيتفاعلوا معنا هنا عندي لهم بعض السؤالات ماشي سؤال عندي بعض الاراء ديالي وان شاء الله نقسموها معهم انا وياك ومنهم شي حويجات اللي تكلمنا عليهم سبحان الله العظيم وانت تكلمتي عليهم قبل. انا الوقيته اللي كنقول شي حاجه مزيانه كتذكرني بها كتقولها فخر الدين قلتي. انا تنقول بان انت منير وضعتي عليا واحد السؤال وما كناش بجوجنا غالطين. انا مشيت في ديك العقليه ديال الاحتراف ومشيت وهو ارى لي يرجعوا للوراء التربوس ديال الوداد. دابا عدد كبير من الاذاعات وداك الشيء كيناقشوا من البارح انا كنسمع كيناقشوا واحد النتيجه اللي الجمهور كله عارفها. انا البارح كنت في التريبين كاين اللي عارف اش واقع وكاين مسكين اللي قلت لك كان كيتفرج. انا واحد السيد حدايا عندني باس من تمارك البيت ومنين وقعت هذيك الشونجمون انا هضرت عليها عاود جاك عندي قال لي سبحان الله العظيم السي فخر الدين قلت لها قلت حنا راه كنتفرجوا بالعين ديال التقنيين ما عنيناش. أرى رجعوا لهذه القضية هذه وبغيت الناس الله يرضي عليكم إذا كتصنتوا لينا كنطلب منكم تقولوا لنا كيفاش شفتوا أنتم ذاك الشيء اللي وقع في معمورة؟ واش كنتم متفقين؟ في الربع أيام في الكونسونتراسيون غادي تعطيونا الرأي ديالكم واش كان واش هو كان سيف ذو حدين؟ واش نفعنا ولا لأن تخلط مع ليكيب ناسيونال وهذاك الشيء أنا اللي ما كنتش كنشوف في التليفون واللي الناس كيشوفوه تيقولوا لي هو اللي ما كنتش بغيت نشوفه وداك الشيء ما كانش انا بالنسبه لي كان خصو يكون. انا كنت كنتمنى ملي شفت هذاك الشيء بزاف قوى كنت كنتمنى على ان فريق الوداد يكون في واحد البلاصه اخرى
نقدر ندير وداد البركان، نقدر ندير وداد الجديده بحال اللي كنا كنديروا بعيد على كنسد عليا في هذاك الجولف، والوداد تما كانت كتربص، وعندنا تيران وعندك تريني في تيران ديال جديده كاع الا بغيتي وكل شيء، ولكن راك بعيد وكدير. واش هذاك الاختلاط واش كان بصح فعلا ما عندوش تاثير؟ انا قلتها قبل الماتش، انا هذا الشق الاول قلت واش هذوك الجوقه اللي كانت اشاك فوا كنسمعوا. انا بغيت نقول لكم واحد القضيه، وليد الركراكي راه اشتغل في الوداد، وليد الركراكي دار البطوله مع الوداد، الله يرضي عليكم، دا تشامبيونز ليغ الله يرضي عليكم صفحه. راه كما كتقول انت منير، راه حشومه باقي انتم الان اشاك فوا. راه وليد الركراكي الله يرضي عليكم، وليد الركراكي راه مدرب ديال ليكيب ناسيونال دابا، خليوه في ليكيب ناسيونال. راه الا جيتو غادي تبقاو تقولوا هذا الشيء، راه كاين غلط هنا في حد ذاته. فوزي القجع راه ما عنده ما غادي يعطي خطه، ما غادي يدير سميتو. انا راه شي حوايج حتى انايا غريبين وغريبين جدا. يعني فوق هذيك لا دوز اللي كنتي قلتي ديال السلام لاباس صافي كلمه الله يعاون، راه هذا هو اللي اثر فيا انا، واللي كنقول وليت كنقول الله يستر مع الخوف اللي كان عندنا، وانت راك عارفه كان عندنا تخوف. ونهضروا معايا الدراري ديال جمهور الوداد، كنقول لهم شوفوا غادي نربحوا ان شاء الله ولكن غنتمحنوا، حيت ماتش ما ساهلش. ساهل انت قلتي لي هنا واحد الزيرو، شفت لك منير واحد الزيرو، ما انت ما مأهلش وغندخل معاك في الماتش. قلتي واحد الزيرو لكن غير صفر لاربيت ديك الساعه، عندي ما نتسالك ما طاو كل ماتش ملعوب باقي انت على نار. اراني دابا نهضروا على هذا الشق، بغيت الجمهور اللي كيتفاعل معانا يقول لي فخر الدين ها علاش ما مزيانش، ولا علاش كان خصها تكون هذه القضيه. اييه مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل مرحبا، ونقبلوا جميع سميتو، ولكن في نطاق الاحترام وفي نطاق سميتو. ثم ندخلوا للمباراه. بلاتي 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 اه سي رشيد رشدي اه كيسولنا سؤال، قال لك اين هو ذلك السيل الهائج من الجلد والنقد الذي كان موجها للفريق العسكري، ام ان تعاملكم فيه كيل بمكيالين؟ أين الحيادية والموضوعية؟ سي رشدي الفريق العسكري فاش خرج من هذوك المنافسات كنا كنناقشوه بنفس الطريقة على الأسباب والمسببات اللي كتأدي للنتيجة السلبية. الله يرحم والديك. أنا دابا منير. لا لا الله يرحم باك، خصني كنخسر الله يرضي عليك. شي اللي حاجة اللي معروفة راه معروفة، حنا فريق جيجمالكي ماشي أشاك فوا غنبقاو نهضروا عليه، راه بقى فينا، راه هو ما كيعرفش أش قدي أنا، ما لعبش مع اللعابه ديالها، ما عنده علاقه حتى وقيلا كاع حتى مع ما حنا الحمد لله تربينا في هذيك دوك الدراري، عشنا في هذوك مع دوك الدراري، كنحترموهم، فريق مرجعيه تاريخ. خلينا دابا نهضروا على انا نرجعوا دابا للوداد. شكرا الله. الوداد منير اول حاجه حنا جالسين في التيران، الحمد لله اللي مشيت تبادلت شويه الاراء، وما في الدار قدرنا شويه كان انا جالس مع الدراري تنبأنا أول حاجة، بدينا كنقولوا التشكيلة اللي غيدخل بها تقريبا تعطات وهي اللي طلعت. هذا كاين واحد النجاح دابا بالنسبة لنا حنا، مزيانة القضية وناجم بوهرة، وناجم بوهرة مزيان داير البداية اللي غنبداو. عجبني أنا وناجم أول مرة كيدخل في الماتش من الأول ديالو تبارك الله دار هذا، ولكن شوط أول كامل فيه ثلاثة المحاولات دي بارزاريطي، جوج الأولين جبدهم الجول الجول الثالثه في الفيلي حدايا ريت رشيد، قال لي مسكين هيا فريقه الثالثه راه غادي تدخل، قال لي لا ضربه مزيان وفعلا جاب الله التيسير. دخلنا في الشوط الثاني، الشوط الثاني لا بوزيسيون دو بال عند الاهلي ولكن بدون فعاليه، كي انت عاود معايا الماتش إيه؟ كيديروا لها واحد جوج ثلاثه وكيرجعوا فيها انت راك قدامي. شوف كانوا كيرجعوا الدراري كانوا واقفين كيديروا واحد الجور اللي كان مزيان، وبوهره كان مزيان على مزيان، بوهره كان كنقولوا لعاب مزيان، بوهره كان اودوسي ديال الجور، كان بوهره كان احسن من هذوك اللعابه كاملين البارح. اذا كان اوناجم كان مزيان، بوهره كان مع كامل الاسف واحد 20 مينوت الاولى ما دخلش الدودي في الماتش كان غابر، وكاين الجور اللي هذه مده وحنا كنهضروا عليه والجمهور تيهضر عليه اللي هو حسوني، ايمن حسوني الغالب الله، واخا
صبرتي عليه بوندون 45 مينوت، دخلتي في دوزام ميطون الاهلي ما بانش بانه فريق اللي غادي. انا ما حدك انت واقف مزيان، انا كنقول اش وليت كنطلب انا الوداد تماركين دوزيام بوت. علاش يا منير حتى دارت شي قضيه في الماتش؟ يلا تعادل تعادل، هذاك دوزيام بوت ما بحثناش عليه حنايا. غادي يجي داك الشونجمون بعد اللي دار المدرب، ما كانش شي واحد كيتوقعها. حنا جالسين اللي لقيت اللي كيطلبوا لنا الشونجمون اللي جالسين معنا في سميتو، اش هو الشونجمون اللي كان خصو يكون؟ أنا يخرج حسوني ويدخل فوالا ويدخل سميتو هذا الدري الجعدي، رضا الجعدي. رضا الجعدي واللي كان خصو يدخل باش تكسر العمليات وتبقى دائما ديفونسيفمون واقف. ولا عندك الجعدي ولا عندك الداودي وجبران جبران. وعندك بوهرة كان كيمشي يجيب لك الكواري من ميلو تيران ومن لا ديفونس. عندك اوناجم اللي كان خدام، قتلتي لو ريتم. انا بغيت نعرف واحد القضيه، علاش خرج كيفاش انت خرج كمدرب من خاطر ما كنتيش كتفرج يا منير لو جوور كلي اللي كان عندك اللي غادي يوصلك واللي كان داير بزاف المشاكل للاهلي، قتلتيه. قتلتي الوداد وقتلتي كلشي، قتلتي داك الجمهور المسكين اللي كيتفرج، قتلتي كلشي، قتلتي الريتم. واحد المشكله غتوقع عاوتاني لقيت اللي توقف الماتش. اش دار المدرب ديال الاهلي في ديك الوقيته؟ دار دو شونجمون، دار دو شونجمون، دارهم حسيم السي منير، دارهم. وانت اون بلان، وانت المدرب ديالنا حنا نورمالمون لقيت هو اللي دار دو شونجمون. واش ما تشاورتوش؟ ما قريتوش الماتش اش خصو يدار؟ بان راه دخلوا لكم راه ولا لاعب باتاك ولا لاعب بالعاب كلهم اربعه لي زاتاك، الله يعطيك الصحه، وكلهم رينومي وجوجهم كيطيحوا في الصندوق الله يرضيك، كلهم واعرين. انت هنا سير لو بون، واش ما والو؟ ما والو كاع والو. لقيت هو اللي دار اربعه ديال. دابا شوف القراءه ديال هذا المدرب مع القراءه. ها شونجمون غادي دار ديالنا حنا عاوتاني، اش دار؟ غادي تنقص من لا فورس ديالك انت. عطي اش دار؟ خرج بوهرة. خلي بوهرة بوهرة راه خرج وراه قلت لك هو خرج بوهرة. انا صحابني الله يهديك مع اللي قبل بوهرة. حتى قبيله كتهضر ما بغيتش نتشاور، ما كتقول لي 10 دقائق، ماشي في 10 دقائق السي منير، في 20 دقيقة تقريبا. لكن نهضر فاش تماركا البيت. لا في 20 دقيقة البيت فاش تماركا، راك باقى 20 دقيقة تقريبا فاش تماركا البيت. راه انا نقول لك راه 20 دقيقة تقريبا اللي باقى. ما عليناش، عندنا واحد وناجم باقي فيه الدم، جوار رابيد كيدريب ليه يقدر يدير لك شي حاجه. فلقيت اللي هذاك اوناجم عاوتاني خدام، عيطتي ليه وخرجتيه، حيدتي بوهره وحيدتي اوناجم، وباش بغيتي تلعب لقدام صامبو. لكن صامبو ملي بغيتي تجي الكره دخلتي هذاك الدري حداد، احداد هذاك احداد فين غيمشي لك؟ غيمشي حدا صامبو. احداد حتى ماركاو وي دابا كندوي معاك دابا حتى ما كنتفوش متابعني ولا ما تابعنيش؟ لا انا غادي حيت ما شرتيش البيت فاش تمارك. خلي البيت دابا، البيت اللي تمارك عليك تمارك عليك بديفياسيون. انت راك خرجتي دابا انت اسميتو، انا انت تمارك عليك البيت السي، انت خرجتي بوهرة انت قتلتي اسميتو الفرقه، انت ما كنتش انت البيت تمارك عليك منين قبل بوهرة؟ راه خرجتي بوهرة وخليتيهم هما طلعوا ديك الساعه صافي، راه ولاو هما عاد ولاو هما لاعبين الكره بعد ما هما كانوش كيطلعوا، راه انت اللي قتلتي راسك. ديفياسيون ما كاين حتى واحد دوزام بوطو، وهذوك البيوت كيتماركاو خطر. الا ما كان حتى شي واحد شي هذاك اللاعب اللي كان بريمير ميتو كون درتي لي غير واحد الدفعه ديال التكنيك يقدر ما يمساش، راه حتى الوقفه ما. ولكن باش ترجع في الماتش راه كان عندك باش ترجع في الماتش، ولكن قتلتي راسك حيدتي كاع اللعابه اللي. وملي كتجي دير سير لو بون ما عندكش، دخل مترجي زهير ما دخلش في الماتش. انا سمعت مرجي ديكلاراسيون دو هو انا مبلاسي مبلاسي ما كاينش. بعدا واحد القضيه عاوتاني اخرى من غير هذا الشيء اللي كنت كدير التربوس وداك الشيء، راه يرجعوا للديكلاراسيون ديالو هو اللي دار بزاف واللي خصو يتحاسب عليها. وسولتك على نهار الخميس. ما باش ندخل دابا، لا دابا نهضروا عليها. تيقول لك بانه انا غنلعب هجومي وغادي ندير وغادي ندير وغادي ندير، وحنايا وحنا 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 فين هو هذا هجومي؟ البارح فاش تمركا علينا البيت
ديجا ما بقيناش قادرين. انا خرجتي بوهره وخرجتي ونجم دخلتي حداد غادي يمشي لك الصندوق حتى هو غيمشي يوقفك حدا داك الصومبو حتى هو المكانه ديالو غيبقى هو ويا هو غيبقى يضيق على واش برك شي يوقع تصاطحوا بجوج فيه ما عندي ما نسالك وهذه راه صاريف حنا عارفينها. ثم مترجي اللي مسكين هذاك مترجي ديال هذه واحد هذا ولا داك مترجي كاع اللي دخل في الهيف في مصر وكان على الاقل شويه واخا خرج البارح راه اذا انت ما جريتيش الماتش ديالك هنا مدرب قرا ودار داكشي اللي خصو يدار مال هذاك المدرب ما تيخافش من داك اللاعب اللي تيخرج شافو كيتقلق سميتو هذاك شحاته شحاته شحات شحات علاش ما كيخافش منه علاش حنا هنا باقي عندنا الخوف نعطيك فرقه فحال الوداد وتجي انت مدرب اجنبي وباقي عندكم الخلعه غوارديولا تيخاف ماشي واحد لا غوارديولا اصلا هو اللي صنعهم لا المدرب اللي ما تكونش عنده جرأه واللي ما عاجبنيش نخرجه انت علاش قال مجلسك انا تما كنعطيك 40 مليون ولا 50 مليون وجاب لك الله واحد الفرصه لا تعوض ما ضربتي تماره ما جريتي ما والو غدير تيتر غادي دي تيتر وتقدر من غدا عاوتاني تخلي الوداد وتدبر على واحد الشهير في شي فرقه لان ما كنضرش ننجح في فرق اخرين الخساره ماشي والاهلي كون كانت فور لقيتها اللي كانت دينا معك واحد لواحد راه طلعوا فوق سميتو كانوا غادي ولكن كيبان لك من الاهلي ماشي هي الاهلي اللي ولكن باش كانوا كي باش كانوا غير هما رجعوا ديك هذيك كنقول لك دائما ها الفرق ما بينهم هما وما بين جنوب الصحراء انا بغيت نسولك عاوتاني واحد السؤال هضرتي لي مشيتي معايا من البداية ديال الماتش على الوداد ولا كيفاش غادي نمشي باش نشرحوا كل شيء علاش الوداد ما كانش عندها بلان بي شكون اللي خصو يديرو المدرب المدرب ونزيدك حاجه اخرى علاش حنا باقي عندنا ديك العقليه ديال انت كدير شونجمون من البون دو توش ما كديروش في لي 11 واش شي ملي ما كتقدرش دير شونجمون في ال 11 لداخل بحال داكشي ديال سترونج ايه راك انت باقي ما وصلتيش للقمه ديالها ولكن ولا ما عندكش شوف لا بدا ما تخرج الا ما عندكش الادوات خصك انت تخرج انت تفاجئ الجمهور شتي لك كان واحد زائد واحد كتعطيني جوج كيعرفها كلشي 80,000 داخله في التيره كتعرفها اعطيني انت واحد زائد واحد تساوي 4 باش تخليني انا نتفاجئ راه كاين حوايجات كيداروا شتي البارح ماتش حنا ومني تنقول حنا الوداد المدرب بسبب لا جيرونس ديالو ياك سالينا لالي جينا هنا انا وياك شي وحدين كيكتبوا لك هنا لي شونجمون كانوا كثير لا اتعطل كنت مركز الثالث والرابع كاع ما تهضر على الهضره دابا كاع ما كتهضر على الماتش ولا تهضر على الماتش شونجمون بالعكس تعطل السيد السي المدرب تعطل ذاك النهار في مصر تعطل بزاف والبارح راه كان عنده لو دوت شونجمون راه خصو يديرها من الفيستير من الفيستير كان خصو يديرها ولكن ذاك لو دوت ديالو والخوف خلى على انه شكون اللي غادي نحيد راه ليا بوهره ها انت قتلتيها شويه راه ليا وناجم ما كاينش شي حاجه واحد السيد اف دي اش قال لي الهضره قلتها لكم نهار الاربعاء وما تسوقتوش ليا شنو هو لو بلون بي اه راه لو بلون بي هو ملي كتكون عندك واحد الطريقه مثلا غتدخل بها لان كان عندك واحد ليكيب ادفيرس عندها واحد لافونتاج ديال ان بوت من بعد ما كتحقق هذاك داك لوبجيكتيف ديالك ديك الساعات شنو هو لو بلون بي ديالك في حاله ماركاو عليك في حاله فوالا هنا بان لي غير الكره كتهز صامبو احداد وفي البلاصه كيديوها واحد لواحد واحد لواحد قلتي للاهلي يلا الاهلي دابا في ديك الساعه واحد لواحد غادي يخرجوا لك عاد غايقول لك شكون هما حنا البلون بي اللي قلبتي عليه هو اللي عندهم هما اش داروا تركنوا لك فهذا ولا دوزيام بال ديالهم كيضربوها بالراس شناوي كونتر الكونتر هذاك هو البلون بي اللي داروا تبدلوا عليك تسيفوا ما بقاوش وهذاك هو اللاعب اللي كيبغيو هما ضربني نطيح ضيع الوقت كندير الوغ كو حنا ملي بغيتي دوز امونير في ديك الوقيته خصك دوز من الجناب راك قطعتيهم صافي حيدتي ما بقى عندك والو حياتي الجناح ما بقى عندك حتى شي حاجه الوغ كو حنا من الجناب خصنا ندوزو الا بغينا نيليمينيو لا ديفونس ديال الاهلي
واحد التعليق قبل ما نشوف فاصل مع رضا نزار قال لك ان سول بلون دو جو ne suffit pas pour remporter la Champions League. Deux, on s'appuie sur des joueurs qui s'atteignent depuis 4 mois. Et trois, avec le manque de professionnalisme dans la préparation. Safi. C'est vrai. C'est Nizar. On va prendre facile. On va passer le hadith où il y a un peu de temps avec les amis, avec les amis, avec les amis, sur Shada FM sur YouTube. On va prendre le temps de l'écran sur Shada FM. حاجة ما دويتوش عليها الجمهور حبس الماتش هلك الفرقة خويا محمد العبيد ما ندخلو شوف دابا حنا واحد القضية ما دويتوش عليها بالعكس دوينا عليها قلنا بأن المباراة توقفت اش بغيتي نديرو وخبرك القضية جميع القنوات كانوا كيقولوا للجمهور عندكم ما ديروش الشهوب الاصطناعية وداكشي لأن غادي تاخذ العقوبة وهذا وهذا ولكن ما الفرحة انا بالنسبه لي هذه العقوبه اللي غتاخذ من بعد اسهل من هذه اللي خديتي ملي توقف الماتش واش تهرس شوف لا يعلم الغيب الا الله ما عرفتيش شنو كان غيوقع كون بقى الماتش غادي ولكن لاعب الاهلي شحات خاصو ياخذ بطاقه حمراء الحكم كان كارثه رئيس الوداد هو من يتحمل مسؤوليه انتداب اللاعبين في المستوى واخويا راه عاصم انا قبل كان احسن رئيس في تاريخ المغرب والراس المال هو اللاعبين الله يرحمك منير الا بغيتي تمشي معايا في واحد اي حاجه تتعلق بهادشي ديال هذا الله يرحم باك سير الله لا رضا شوف منير خلينا نبقاو بروفيسيونيل كما كنا دائما الحمد لله وكما تعود علينا الجمهور ما باقيش نجبدوا حيت حنا تما بغيناش نبقاو نجبدوا فيه نبقاو نتكلموا عليه ما كاين اللي كيهمنا دابا هو الوداد هي اللي كتهمنا رضا كوكب كيهضر على المدرب المهم تغييرات رجع اللور فريق متواضع ومرتبك انا لا راه ما رجعش اللور هو دابا هما كيسحبوا من رجع اللور لكن واش الاهلي كان فريق متواضع ومرتبك اي راه متواضع ولكن راه واعر راه متواضع واد الاهلي تصور معايا فريق متواضع دا تشامبيونز ليغ وما يبقاش متواضع فريق اللي جا بضربه جزاء ديال الهلال اللي تسكرات في الدقيقه 92 اكثر وجيتي عندي تامونير هنايا واش قلنا هذاك الفريق اللي تروبيشا بهذه الطريقه فينال غيمشي فينال حاجه اخرى هذا الاهلي بالاداره ديالها بفلوسها فلوسها تجيب لعابه وعارفه راسها بان هذا التيتر اللي داتو بهذه الطريقه غادي يزيدوا شي حاجه اخرى وقادرين غيلعبوا عليه ثم واحد القضيه ما تنساش النوم العميق اللي مشات فيه الزمالك ولا الترجي ولا مع عدد كبير من الانديه ولا الانديه الجزائريه ما غاديش تبقى علاش حنا كنا تنطالبوا وتنقولوا هذه وقت الوداد في الوقت الحالي دابا اللي كاين الوداد الحمد لله كانت غيكون عندها بزاف ديال الشامبيونز ليغ ما حد هاد الفراقي اللي تنقولوا حنا عندنا دابا المشكل فين كاين دابا وتنقولها دائما شمال افريقيا وشمال افريقيا في 2019 فاش الوداد دارت فينال مع الترجي كانت الوداد دازت سان داونز في الدومي فينال هذيك سان داونز كانت قصات الاهلي ب 5-0 ولا باقي كتعقلوا على ذاك الماتش ما بعد هذه الحقبه شنو دارت الاهلي؟ راه جات الداس ديال 20 والداس ديال 21 وبقات معاك فينال في 22 وجات دابا الداس 23 دونك تصرفيقه قداش ناهيه وموراها بقى الفريق ديما انت كتقول تصرفيقه راه ديرنيير ما خذات تصرفيقه 5-2 في دور المجموعات دابا هذه دابا شناهي؟ الاهلي هي خداوها 5 هادي ريال موب لا 2015 عادي 5-2 في دور المجموعات هادي اللي كنقول لك تقصاو بها كاع اقصاء فموراها والعام الجاي غتلقاهم ثاني غتلقاهم ثاني هنا سيمونير واش هاد العقليه اللي ولات ماركي بيت ورجع اللور الا راه ما رجعوش الا صدقات مع الركراكي ما ناخذوهاش معيار راه ما رجعوش فرق كبير بين اللي كتهضر على الوداد وكتهضر على ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال لعاب اخرين بروفيلات اخرين الوداد راك عارف من بدايه الموسم اش واقع وبلا ما نرجعوا ثاني داك الفيلم جي بيان هذا روسي مشى لي الميساج اخويا روسي حيت الميساجات كثار لاعبين فريق الوداد كانوا دون المستوى بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا واش فعلا اللعابه كانوا دون المستوى باش ما نظلموهمش لا ماشي كانوا دون المستوى واحد الفامينوت الاولى ابار العملود ويمكن عطيات الله اللي كل انا كيبانوا لي كيتشابهوا في العطاء ديالهم كانوا محركين زيد عليهم اوناجام زيد عليهم سيف الدين بوهره كان راه ماشي كانوا ضعاف كاينه واحد القضيه السؤال اللي خصني نوجه للناس دابا حاليا فين كيلعب جبران
سنتينيل راه كيلعب دمي سنتر كيرجع ياخذها ما بين كيرجع ياخذها راه يلعب عاوتاني الماتش ما بين زولا و... وفرحان ما بين وفرحان ما بين فرحان حيت جبران كنقول لكم دائما اللي كان كيكون قريب الكاري 18 متر وكيكون في ميليو تينا هذا رجع بزاف للوراء هاد السنوات اللي هذا خصوصا غاديوتي كيرجع كياخذها كي ماشي كياخذها كيوقف تما كتلقاه هو بعض المرات تما اللي ثم الوداد ان شاء الله يجيب البحث على واحد الدمي سنتر اللي عنده ديك لا كاليتي بحال اللي كانت عند الدراري اللي كانوا عندنا اللي كيعرف يخرج الكره وكالم وكيدير دوك لي باس لونغ وعنده ديك لا فيزيون ديال التيران كامل راه خص الوداد تمشي تقلب على هاد على هذا سميتو حيت ملي كتحط زولا وداك وفرحان راه تقريبا ما كتلاحظ والو راه لعب كيتشابه اكيد كاملو واكيد ولعب كيتشابه الوداد تاريخيا الى رجعتي للوراء انا حضرت السفاري انا ما عقلتش على سفاري ما تعقلتش عليه كان فلاكس كيفاش كيخرج بالكره العلاوي فتح لعب في ديك البلاصه كيفاش كيخرج وانت جاي نور الدين نيبت وانت جاي بزاف ديال الدراري اللي كانوا عندنا استسمح لي ما ذكرتش واحد العدد كبير ديال الدراري اللي كانوا كيشدوا الكره فلاكس وكيتمو خارجين بها كتخلي بحال دابا عندك ان جوور بحال دابا بحال زولا ولا فرحان كتزيدوا للتماره هو اللي كي يتضارب وكيخرج يدير دي طاكل وكيدير وهذاك اللي من موراه تيكون ان بون تكنيسيان تيقرا عنده لا ليكتور ديال كيقدر يدير لك الكره بلا ما يضربك بلا ما يدير طاكل بلا ما والو ولكن علاش عنده لا ليكتور ديال لو جو تيعرفها فين غادي تحط ملي كياخذ ثم الحاجه الزوينه اللي كتكون عند هاد لو جوور لا كاليتي هي كيشدها وكيحطها للارض وكيتم خارج بها والناس راه عارفين علاش لا كاليتي اللي كنهضر عليها انا كيفاش كتم خارج الناس اللي عاشوا في الكره ودخلوا للتيران راه تيعرفوا لا كاليتي ديال لو جوور كيفاش كياخذها وتيحطها وكيزيد وكي عنده دوك لو شون ليبر ديال التيران كامل كيشوف ستاد بونور تيقدر يعطيها لك ادروات لا غوش هادو راه الوداد خصها تقلب على هاد على هاد النموذج نادر هاد النموذج ايوا تقلب عليه تقلب عليه احمد غزواني قال لي اللاعب اللي بغى فخر الدين مثل صرغات ديال وجده صرغات راه كان عندك يلاه مشى اه الا كنتي كتهضر عليه بحال اش فلاكس ما عرفتوش فين اللاعب اللي بغى فخر الدين لا في لاطاك في الميليو تيران الميليو تيران الوداد عدات بهاد اللاعبين ولا عانات بهاد اللاعبين بزاف وهما لا حول له ولا قوه لهم لا اقولها واعيدها الفريق الذي لا يقدر ان يكون له ولا اي لاعب رسمي بالمنتخب وراه عندك عطيه الله تقريبا راه سي بريسك تيتولير في ليكيب ناسيونال لا يستحق ان يلعب كؤوس عالميه بلاعبين هوات شتتي لي الافكار السيكات كتشوف ما ديرش تقييم الفريق على لاعب رسمي في المنتخب حيت الا جيتي وعلى هذا الاساس دابا الا كتهضر على فريق بحال هكا راه السنوات الاخرى راه ما كان حتى لاعب رسمي في من الانديه الوطنيه في المنتخب اذا واش الانديه كلها وداو كؤوس افريقيه وديك الساعه في هذه السنوات ما ديرش هذا الاسقاط الاهلي في كفه والفرق الاخرى في كفه اخرى فرقه عندها جوج فراقي اللي دخل كيعوض اللي خرج يكون احسن منه هنا عندنا 12 لاعب كنلعبوا بهم عام كامل وفرق في ما بغيتش ندخل شي حوايج اخرين فرق في الشوفه في الاستراتيجي في الناس المحيطين ب كتلقى صاحبي تما لجنه انتدابات قطاع كذا ما عرفت شنو هنا جو راه كتسمع سعيد النصر يتفاوض مع رضا ياك ما تفاوضش معك رضا يوسف رابح اييه عبد الواحد الويد حتى هو كان عنده داك عنده هاد لا كاليتي ديال لو جو او بزاف ديال الدراري راه مشاو ليا من التشبيه اللي عطى السي فخر الدين ديال سترونج بلاتي والله الا مشى ليا الميساج بغيت نقراه التشبيه اللي عطى مشى ليا الميساج المهم تيبان ليا سي مونير اين تجربه سبعه دومي فينال متتاليه من الاخطاء ديال التربص او ما يسمى الكونسنتراسيون عندنا للاسف هي غير حفاظه ماشي فهامه لانه الفرق لو فاهمه لاش كدير الكونسنتراسيون اصلا بزاف الاخطاء ما يكونوش وكاين حتى واحد الجانب اخر عاوتاني ما نغفلوش
ما ندخلش فيها انا الوداد. واحد الجانب اخر عنده علاقه ب واحد الفعل بالفرنسي واحد لو فيرب. كنلاحظ انا هاد الايامات اون فونكلو اون فولكلوريز ليكيب ناسيونال، ردينا بحال شي فولكلور. احنا هنايا احنا هنا فولكلور الشاف ديالهم هو اللي دار الكراكي لو ستاف، وما حاضرين هنا وما حاضرين. راه الهيبه ديال ليكيب ناسيونال عباد الله راه غتضيع. خليو ليكيب ناسيونال هي اللي غتلعب ماتش مع الكاب فير، هي اللي غتلعب ماتش في لافريك دو سود، هي اللي كنتسناوها في لاكوب دافريك. ها هما هنا ومشى كاين اللي كاع مزيان معسكر اللي فيه الوداد وليكيب ناسيونال غيكون حافز. شو ودي راه الحافزيه في بعض الجوانب ملي يكون دايس تبارك الله لعابه بون كوراج بون شونس، ماشي شي عجب شفناه تصاور. انا ما كنشوفش داكشي باش ما نتالمش، ولكن راه غضرب حتى تعيا في خردين غيوصلك. ما يوصلنيش والو، حتى اللي كيصيفطوا ليا نقولها لي من هنا ما تعول غيوصلك ما نشوفش داكشي. انا هادشي اللي كتقولوا انت سمعته بودنية، الا شفتو غادي نمرض. اللهم ما نشوفش داكشي. نكونوا صراحة، الاختلاط مع المنتخب حط لاعبي الوداد في منطقة الراحة والانتصار قبل المباراة، هذا بغينا يمشيو معنا. عرفتي علاش موني؟ ممكن نخليهم لا حيت قلت انا في الاول سؤال باش يجاوبوا معنا الجمهور ان شاء الله، يعطونا الراي ديالهم. تصريح ديال عبد السلام بن جلون لخص كل شيء. هضرنا عليه السي حسن جولي، هضرنا عليه هذاك عنده علاقه بالاحتراف الهيف في بريطانيا. ابراهيم ابو معاد، سؤال فخر الدين، كون كنتي مدرب الوداد بالامس شنو كنتي غدير؟ ما تخلينيش نقول فرقه كبيره عليك من الاول. بيان سور من الاول. احنا درنا مدربين هادو سيمونيا. شكون حنا؟ واش حنا درنا مدربين؟ اشتغلنا حنا في الوداد؟ ونكذب عليك لا وادوني معاك. واش نكذب عليك ونقول لك الصراحه؟ واش حنا خدمنا؟ واش نكذب عليك ونقول لك الصراحه؟ ملي كيقول لك هذاك انت كو كان العميد خرجه في الوداد عفا بمثال لازمي، انا لعبت في الوداد انا. خليني نمشي نصلي الدور. الساعة الثانية في استوديوهات شادا اف ام، مواصلين معكم برنامج البطولة، نعود إليكم بعد قليل. أنتم دائما في الاستماع على برنامج البطولة على شادا اف ام. راه هادشي يتناقله حيت الدري صغير غير سمع داكشي اللي قالوا لي الكبار. فوالا الله يرضى عليك. هادشي اللي كاين. الحديث على فاش كتكون في الجماهير ديال الملاعب كتلقى ولاد صغار جايين يتفرجوا، ولكن راه ما خصناش حنا الكبار نشحنوا الدري الصغير بداكشي اللي خصو يقول وهو ما عارفوش. لا صعيب، خلي الدري الصغير عطيه الحريه صعيب تفرج في الكره شويه في التلفازه شويه في الملعب، ولكن في اطار الاحتفال. ماشي نبدا نلقنوا انا اللي كبير داكشي اللي خصو هو. راه كتصنع واحد القنبله موقوته. اللهم اني قد بلغت. سؤال السي فخر الدين، كيفاش الوداد غادي تلعب سوبر ليغ وكاس العرب وكاس العالم الانديه؟ انطونيو انا نجاوبك بلا ما يجاوبك السي فخر الدين. كاس العالم الانديه باقي حتى 2024. سوبر ليغ مازال ما تحددش ليه تاريخ اللي غادي ينطلق فيه ولا القرعه ولا شكون غتواجه. كاس العرب عندك في جويي هي الموعد، وقبل هذا عندك بعد ماتش بعد غدا. راه باقي انت في صراع مع الجيش الملكي في البطوله الوطنيه في اربعه ديال الدورات. فوالا دونك سير بشويه بشويه. بالنسبه لكاس العرب داك الشيء اي هي انا كاس العرب هذاك خليه يبقى بوحدو. خليه وهذاك الشيء اللي كتسمع دابا واش نايض في السعوديه. احنا هما كانوا كيجيو ترونكيل بلا هاد البهرجه كيخلقوا لك مشكل. اخر فريق جا عندنا لهنا الهلال. الهلال دار فيناليست ديال كوب دي موند، دار فينال. لا كنقول لك انا اش بغيتي تتوقع انت من هذه المشاركه ديالك؟ زعما اكثر من تمشي معاهم في ذاك النيفو اللي غادي يكونوا فيه هما، سيرتو انت العياء ديالك انت وما عندكش الراحه وبزاف ديال الحوايج. المباراة كانت في يدينا، ولكن في الأخير قدر الله ما شاء فعل. هذا درس لو نتعلموا منه إن شاء الله يجب ترتيب الأوراق ديال المنافسة على البطولة وكأس العرش اللي مهمين بزاف. دار كانتر وفي جميع الحالات حنا كنهضروا على منافسة خارجية على لقب خارجي، أما المستوى المحلي فليتنافس المتنافسون. ديك الساعة ملي غتوصل وقت البطولة غدا إن شاء الله راه غادي نهضروا عليها بحول الله. سؤال فخر الدين، لا راه جاوب قبيلة قلت لك راه صراحة كنظن باللي الركراكي النية ديالو هي اللاعبين يشوفوا بلاتي. كنظن باللي الركراكي النية ديالو هي اللاعبين يشوفوا يحسوا بجميع فئات المجتمع باش يتحفزوا في الملعب، ولكن هناك ناس يستغلون هذا الشيء لغاية في نفس يعقوب. تبارك الله عليك خويا يونس. ولهذا وليد الركراكي كباترون ديال ليكيب ناسيونال أو فوز القجع كباترون ديال الباترون ديال ليكيب ناسيونال، خليو ليكيب ناسيونال بلاصتها. حتى دوك المصطلحات اللي كانت خلقات
شوية الاحتفالية ودوك العبارات اللي كان بحلك شي ديال النية وسير سير خليوها غير عبارات بين الجمهور والفريق الوطني. ما نميعوش هذاك الشيء عاوتاني، ولي أي حاجة فيها سير سير سير، أي حاجة فيها النية، أي حاجة فيها الركراكي، الله يجعل البركة. خليو ليكيب ناسيونال راه عندها ما هو أصعب بكثير من هادشي اللي داز في قطر. الانتصار كان سيرمي بالأهلي إلى الهاوية، لا يا أخي، لكن هزيمة البارح أبانت عن حقيقة الظلم الذي تعرض له عموتة بعد استبعاده لا سي محمد الفاطمي. عموتة مشى وجاو موراه جوج مدربين أخرين، والأهلي دار كوب، كون هازم غادي يخلقوا عاوتاني شي هاد البلبلة وهذا والحكام وما استقبلوناش وما داروش، ما في البلاصه غادي تلقاهم عاوتاني في الشامبيونز ليغ العام الجاي حاضرين ولاعبين على كلشي. ياك الوداد سينا والجوج مدافعين عماد الدين بوبكر وجمال بن العمري بجوجهم باعوا من النصيري الاول للمصري بورسعيد والثاني وصل الوصل الاماراتي. جمال بن العمري كان وقع عليه مشكل لانه راه وقعوا اللعاب مشى الى اخره، وعماد الدين بوبكر كان وقع وتقدم نهار التقديم ديال المدرب والستاف ومن بعد فسخوا معاه. اذا هذه اختيارات السي سامي روبير. ما كنضرش انا الحسوني داصر حيت باه في الوداد، لا لا ما عنده علاقه بالعكس، ولدرجه نعطيك كاع واحد لانيكدوت. الحسوني فاش تيست عليه بن عبيشه ما قالش لي رانا ولد الحسوني كاع، ما قالش لي ولد العزيز، هذه تاريخيه. لا 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 كاين لو ميريت ديال الدري انه كيلعب في الوداد تبارك الله، الوقت اللي جمع اصواب وكان في ديك الوقيته ديك ليبوك ديال دوك الدراري اللي تبارك الله كانوا مزيانين. كتجي ديك الوقيته ديال انا قلتها وباقي كناكدها منير، اللعاب انت اللي كتحكم عليه، انت المدرب، ما تخليش اللعاب هو يحس بانه عنده مسؤوليه، بالعكس انت المدرب قول ليه صافي بارك عليك ريح شويه اجي تجلس اجي ندير. لا انت صاحبي انت ياك هذا واحد داك النهار صيفط لينا هنايا اش قال لينا؟ واش ما كتشوفوش بان المدرب منين جا وما لعبش الحسوني خذا قرار عقلتي؟ من بعد الماتش ديال سان داونز هي ديال تطوان وقيلة لا بعد الماتش ديال سان داونز ايه من بعد الماتش ديال سان داونز الخطا اللي دار المدرب هو خرج اوناجم كان محرك الهجوم والحارس دار خطا كان خارج خليه اوناجم في الاخر خليه اوناجم خليه شوف خليه اعطيو داك الشيء بالترتيب. الخروج الاول ديال بوهره هو اللي كان سيف خطير اللي ما كانش خصو يكون هو الخروج ديال بوهره. سلام خويا منور السي فخر الدين الاسطوره، شكرا لكم على المعلومات القيمه وكيف جاكم فيلم المنتخب الوطني المغربي غوست فاير. حنا غادي نهضروا على الفريق الوطني المغربي. انا مع السي فخر الدين، التعليقات عرفتي راه كيطيروا. انا مع السي فخر الدين، الفريق داه باش يصور جماعيه وفرديه ديال القوم مجمعين نرانساو الماتش. سي كات كات هي داخله في ذاك التخوف ديال ملي كيكون انت غتعسكر شي بلاصه كتخلط القضيه. هادوك لاعبين مقصرين دابا الفرق حيت شي حاجه اللي ما تفهموش انت، جايين ديجا مكاليفين ديجا كل امور ديالهم قاده وانت عندك مباراه مهمه جدا لا كونسونطراسيون ماشي فحال فحال. انت ملي كتكون جالس هنا عندك لا بريسيون الوغ كو هو الاخر ما عندوش لا بريسيون. ابراهيم ابو معاد وسولتي قبيله سؤال صعيب فخر الدين جاوبك سؤال اصعب، دابا جيتي سولتي سؤال صعاب من هذاك السؤال الاولاني ما عرفتش كيفاش غادي يجاوب. قال لك سي فخر الدين واش كظن ان المدرب الحالي الوداد صالح لمستقبل الوداد؟ هذاك الشيء صالح مستقبل ماشي حنا، ماشي حنا اللي كنقولوا صالح، حنا دابا كنهضروا على هذا المدرب من خلال المباراه ديال الاهلي. خلينا نكونوا دائما شويه بروفيسيونيل. اليوم كنهضروا على المدرب اللي لعب الماتش ديال الاهلي البارح، ما كنهضرش على المدرب اللي غادي واش يصلح ليا مازال نرجع منه كوفيتير ولا زبده ولا هذا من هنا شهر ولا شهرين ولا غيولي خليع. هذه ماشي واش فهمتي شنو نقول لك؟ تنهضر على المدرب راه حيت حنا كنديروا ديما خلط. دابا ملي كنجي انا وياك لهذا الراديو ونبغوا نتكلموا بحال دابا على رضا ونقول لك رضا راه دار البارح، كيجي واحد خينا كيتسناك الوقت لو كتوقع شي حاجه عف اسبوع تيقول لك وتبدلتو البارح قلتي رضا البارح راه قلتو رضا ما خص. اذا حنا كنهضروا على فاندير بروك ديال البارح، فاندير بروك ديال البارح والمدرب ديال الاهلي، المدرب ديال الاهلي هو اللي غلب
بغلب السير ديال المباراه ديالو في لي شونجمون وكل شيء. والوداد كنضرب انه كيتحمل مسؤوليه كبيره المدرب في التغييرات اللي دار. واحد السيد سميتو ان ار ان، هذا واقيلا شي شركه ان ار ان سارل، قال لك اخي منير كون ربحات الوداد كون فخر الدين، قال هضره اخرى. سي نورمال على هضره كيديرها، حيت ملي غتدي الكوب غتولي تناقش شنو هي الحوايج اللي خلاتني نربح. على سؤال راه حنا باقيين فيه، حنا باقيين فيه. دابا مشكله هذه بلاتي على القضيه منير، كون كانت هضره اخرى راه غيكون هضره اخرى في كل شيء. لا حول. راه البارح كون دار هو شونجمون ودخل الجعدي وبقينا في ميلو تيرا عامرين ودخلنا شونجمون اخرى وربحنا وردنا جوج زيرو، غنجي اليوم انا كفخر الدين غنهضر على فاندير بروك ديال ساعه وساعه وتالي لعبنا بانه كان القراءه ديالو للمباراه كانت وكانت وكانت، راه سي كوم سا، راه هادي اللي كاينه. اما حنا لاكو كانت ولاكو كانت اش لا دابا انت قلتي، الا قلتي شي حاجه مثلا سلبيه اليوم تبقى ديما سلبي، ولكن ما تلوموش. قلتي شي حاجه ايجابيه تبقى ديما ايجابيه. ما تلوموش يا منير، ما تلوموش لان كيسمع، ما تلوموش. هو بالنسبه لي فخر الدين راه كاين واحد العناصر اللي انا كنشكرهم، الناس اللي الحمد لله كنتلاقى معاهم غير البارح في تيران الكومبلكس، من البوليس عاوتاني من السيكوريتي، ملي كنعطيه الورقه ما بقاش كيقول لي فخر الدين ولا تيقول لي الحمد لله وانت وهذا، الناس باغا تسمع. ما على العكس عاوتاني ما يقدر ما يقبلكش انت هنايا كتقول بحال هكا. دابا شتي بحال دابا المنتخب المغربي ملي تبغي تهضر عليه ما تهضرش على الكوب دافريك وخص برافيون نيري باه الدراري وقراو الكتوبه والتبوريضه وقاد المالح مشاو المعرض الكتاب وداك الشيء والدراري البارح وكيديروا غنبقاو حنا واش حنا هذه كيف ناسيونال دابا هذه ما فهمتش انايا اش هذه مجموعه ديال مع العلم وقيلا غادي ندير واحد القضيه انا اللي هي وغاتسمح لي يمكن ما نهضرش عليهم ما نبقاش نهضر عليهم حتى يلعبوا شي ماتش او نطوندو لان هادشي كيضرني انا في خاطري كنقولوا عليهم واحد جوج كلمات قبل الماتش ما نهضرش عليهم بحكم انا نقول انا هاد الفرقه ما تابعاش لي انا وليك انت وما تابعاش لواحد عدد كبير من المواطنين المغاربه وتابع لمن تابع تما كاينه هي في واحد البلاصه مقوقعه تما مريحه مع راسها كدير كيديروا داكشي اللي كيقول لهم راسهم عندهم حويجات ديالهم اذا نقول انا يمكن نخليهم انا تيجيو عندي الميدان ديالي والميدان ديالي انا هو الملعب نخليهم تيلعبوا اليوم واش ما فهمتيش لا فهمتك لا فهمتك الحلقه ملي غنجيو غدا غادي نهضروا على الماتش اللي تلعب اليوم مع الكاب فير خليهم يجيو عندي الملعب انا ديالي. انا متفق معك الملعب ديالي اللي بغيت انا نشوف فيه ديك الساعه نهضر انايا ما غنهضر لا على معرض الكتاب لا على تبوريضه وهاد لا لا سميتو غادي نهضر على ماتش دو فوت وهاد 13 دقيقه اللي كنت غادي نخصص ليكيب ناسيونال خصوها المستمعين ديالنا الكرام اللي غادي يتواصلوا معنا قسموا معنا ولا بغيتوا تهضروا على ليكيب ناسيونال مرحبا انت شي مشكل الله يرضي عليكم الله يرضي ناقشوا معنا الله يرحم والديكم حتى عندكم الوقت مرحبا 0522 36 05 36 اعيد 0522 36 05 36 فاصل مع رضا ثم نعود انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شاده اف ام تحيه لكل الاصدقاء نذكر بالرقم الهاتفي للتواصل 0522 36 05 36 شكون معنا السي رضا جمال ياك جمال من مدينه الدار البيضاء مرحبا سي جمال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله فخر الدين لاباس الله يكثر خيرك سي جمال بارك الله ويا خويا شويه والله الا الحمد لله اللهم لك الحمد لله سي منير اهلا سي جمال الله يحفظكم يا سيدي خويا فخر الدين بغيت نبدا بواحد السؤال عاد ندخل معك في الموضوع مرحبا واش ما كتشوفش انت راك كيما كتقول تلعب شي واحد شويه الكره يعني شويه رابعه واحد انا تفرجت واحد تقريبا واحد 50 عام ولا 53 شويه ديال التراجع حالتي انت اللي لعبتي مرحبا خويا واش ما كتشوفش اخويا الاستعداد السيء ديال الوداد في بدايه الموسم عنده تاثير لا احنا احنا والله العظيم بغينا نانفيتيو هذاك الشيء نرجعوا للوراء نقول لك علاش حيت بقينا نهضروا عليه وانا من الناس اللي كنقول اشاك فوا هنايا تنقول اتونسيون هادشي اللي كتهضروا عليه حيت بعض المرات ما كتلاحظ والو راه كاين اللي كياخذ هادشي ايجابي راه كاين اللي خداه ايجابي تصور معايا ملي تولي تسمع بانه حنا التغييرات نجحات وحنا بانه راه حنا ربعه المدربين وحنا راه كنا شوف ملي كتوصل لهاد القضيه هادي اذا هادشي سيفولي انا كيبان ليا ما تيبانش ليا بانه عادي وكنت كنقول اش كنقول انا راه الجره كتقدر تنجح في واحد الاوقات اخويا جمال وانت رجل راه شوف راه اللي لعب الكره وعاش في الكره
راه اتونسيون راه هذاك الشيء راه ما كينجحش ديما ما كينجحش ديما ما كينجحش ديما مع كبير الاسف الضربه القاضيه جاتنا هنا والجمهور مسكين كاين وعاد الناس تلاقيت معهم انا البارح من مراكش وما دخلوش وقاسين في الزنقه والله ما نكذب عليك انا غادي تلقاو لي شي 8 ولا 10 كيهضروا باللهجه المراكشيه واش كديروا انتوا قال لك حنا راه مراكشيين وجينا هنا راه حنا ما سميتو يلا هذا واحد الشق من الجمهور وانا راه كنت كناخذ 31 حدايا في المدينه وكنت مشيت نتفرج فيكم في لونطريما 31 ديال 31 اسي جمال الله يرضي عليك خلي دابا هذا هضر معايا اللي عندك النقطه ديال الاخرى يلا واخا انا غنخدم معك في حاجه اخرى انا عارف واحد القضيه كنقول لك انا في لاداري ما عرفتش رايي كاينين بعض اللاعبين في المداد مده الصلاحيه ديالهم سالت الله يكثر خيرهم ولكن اسي جمال سي جمال عرفت منك اخويا عرفت خويا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك الله يعطيك التيسير مرحبا خويا انا زعما كنشكرهم عطاو الوجه زعما الله حرام ما غنكروش ما تكونش من هذيك خصها تكون فينا سياسه الاعتراف الله يرضي عليك اجي انت تبارك الله عليك ما عندي ما يتسالك عطيتيني الوداد الى غتسالي الكونترا ديالو سيدي الله يسهل عليك سير دبر على راسك انا هذا عرقي انا خويا فخر الدين زيد ياك هذه من جهه انا كودادي الدراري اللي لبسوا في الوداد راه كاينين شي دراري راه حشومين في ذاك القميص ديال الوداد مع احتراماتي ليهم راه حشومه راه حشوم انا راه ملي كنتفرج في ابرامي كيخلي نيابو فخر الدين لا 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 والله العظيم لا يجب المقارنه بتاتا عرفت جمال عرفت وحاجه اخرى خويا فخر الدين ما كنتفقش معك فيها وسمح لي مرحبا بك مرحبا عزيز عليا وكنحتارمك ولكن ما نتفقش معك عليها هي انه ملي كيدويو الناس على واحد اللعاب ياك انا عارف كنت تجي في الكوره وكنت بقيت لاعب وما كنت بقيتش يهضروا عليه بعد زيد 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 عرفتي شكون هو وقيلا ولا وبلاتي وبلاتي ودابا جاوبني الله جمال عارف سير توكل على الله توكل على الله الله يحفظك توكل على الله قلتي انا متفق معك عند وليد مريض خويا فخر الدين دابا انت ذاك النهار مريض انت وما عرفتي عملي وجيتي للبلاطو واش ملي دخلتي ودرتي الكاسك والميكرو قلتي له انا مريض لا واحد ما عرفش مولير اللي كيجي دابا غارق مشاكل عاد بالله به الله يجينا الله يجينا وين تجيك من المشاكل حتى السي جمال انا خويا شوف راه السي جمال السي جمال راه الفكره واضحه الفكره واضحه لا الفكره ديالك واضحه لا بلاتي 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 وخليني نهضر معاك الفكره واضحه الفكره واضحه انا وانا نخليك هذا خليني انا والله تصمت لك بالله وصلت يا مزيان خديتي لي واحد طريف الاخراني هذا هو اللي ما بغيتش خديتي الطرف الاخراني وقلتي ما كان لحستوني فاش غادي نهضر على ولده ما خديتهاش كمقياس على انه اذا كان في الماتش ضعيف راه ولده مريض هذه دعوه بالشفاء قلتها في اخر الى عقلت يا منير في الاخير ديال الحلقه قلنا زعما هذا الوليد هذا نتمنوا ليه فاش كنا كنقولوا على الفورماسيون اما انا تصلت يا سي جمال تصلت يلا يرضي عليك حيت هذا العبد اللي حداك الحمد لله كتعرفني انا يا ما انا ستي لحستوني مرارا وتكرارا تنقول لك الا خاص القرار المدرب وشتي حسوني النيفو ديالو بز منه يطيح بغاو لك راه قلتيها انت قلتي كاين شي لاعبين اللي صافي وصل ولكن انا نقول لك واحد القضيه سرح معايا عينك مزيان في لو بون دو توش اعطيني دابا المدرب كون كان عنده فحال لو بون دو توش ديال الاهلي عنده تقريبا لا دوبلور ديال الداودي وديال جبران وديال حسوني وديال هذا واش غادي بازال غادي يصبر زعما راه المشكله اللي عندك اخويا جمال هو اللي في ليفيكتيف ديالك ومحدود جبتي مترجي من المحمديه ما شاركش بزاف غراسيتي بلاتي كاين عندك سيرتان حيمود اللي كان البارح غادي يكون عندك تبارك الله غادي يعاونك لان سي ان بون تكنيسيان دار عمليه جراحيه في لاطاك واحد نسيناه ما بقيناش كنهضروا عليه مؤيد اللافي هذا شوف يعني كاينين اخويا جمال شي حويجات في الكره بحال دابا انا كنقول لك الفريق اللي كيشارك على الصعيد الافريقي ما يمكنش اخويا يكون عنده الخزينه تكون عنده خاويه خاص يكونوا عنده لي جور بزاف وكي قلتي انت واللي كيستحق يحمل القميص راه قلتي انت قبيله صافي باش ما نبقاوش واخا ونقول لك واحد بقيت اخر اخويا فخر الدين دابا المشكل ان هذا اللعابه نقول واحد المصطلح كسالى
كسالى. انت قلتيها واحد النهار قلتي الداودي كنساليو وكيطيري 500 ولا واحد 600 بابور ياك قلتيها اخويا في خدي ياك هي راه كان عادي هذاك الشيء وبن شريفه انا واحد الكلمه كنعقل عليها قالها سميتو لا فرتوت قال لهم كنا كنساليو الاونبريمو قال لي كنمشيو بغادا ديال بوزكوره ياك كتكملوا تما قال لهم كيلحق علينا فهاني من درب تازي بيكافا تلبوزكوره فهامي كان كيخدم فهامي كان كيخدم تبارك الله ها هو وصلح لي اخويا فخر الدين بزاف ومولي الله يحفظك اسي جمال مرحبا مرحبا اسي جمال كانت شي حاجه ماشي هي هذيك لا لا مرحبا ما قلت والو والله العظيم لم تتحين معك والله العظيم اسي جمال مرحبا بك خويا مرحبا بك منير قول لهذاك اللي مقابل المكالمات باش نعيطوا لكم ما يبقاش يبلوكي النوامر ما تفرقش راه رضا كيبروح وحده يلعب وحده لا خدام معكم اخويا سي اناس راه فاش كيكون دايز واحد المستمع راه اوتوماتيكمون كاع اللي كيعيط راه كي كتصوني التليفون ما غاديش يقدر حيت هذاك تيهضر فيه واخا يقدر ياخذ بزاف لان يقدر ياخذ بزاف غير بقاو يتسناو الناس يعني غير شويه اصبر معنا اخويا ما بغيناش الوداد تعليقات عرفتي اليوم ايوا ما كتقرا لا لا حيت كيمشيو بالزربه الاسئله اللي خاص الجمهور يطرح هي اشمل مشروع رياضي في الوداد خليها الاسئله حتى نهايه الموسم وطرح فقط احساس الكره المغربيه سيحصل لها بحال الكره الجزائريه ما فازوا بكاس افريقيا 2019 الكل يتكلم عن قطر قطر ماضي فقط غير هنا كاين الجزائر فازت بلقب افريقيا غير هنا كاين فرق ملي كتهضر على الكره كتحصروا في المنتخب وكاين اللي هضرتي على الكره راه حنا واخا ما ديناش الكان كاين واحد شويه ديال كاين واحد الموفمنت الرواج كاين الرواج كاين الرواج كاين الوداد كدير تشامبيونز ليغ ومشاركه ديال وتجيب الكان ديال الكاف وتجي الرجاء تدي كاس محمد السادس الانديه العربيه المهم كاين الرواج كاين بالنسبه للاخرين من غير هذاك الشيء ما من غير هادشي تر الاخراني راه حنا دابا جايين بغينا ديك لاسوغيز ديال اللي غتعطي المصداقيه للشيء الاخر هي جونفي 2024 فوالا مشاو لبن سليمان مشاو لبن سليمان عند السي ميلود مرحبا السي ميلود وسيدي مولاي السلام عليكم اخويا الله يحفظك اخويا ميلود وسيدي فخر الدين الله يكثر خيرك راه شفتو البارح في التريبيل عرفتي هو والداودي والله العظيم لا لحمي بورش انا بعد راه ليه الله والله العظيم والله وما دوزناش قريب لك الملعب اش غادي نقول لك سي الوداد البارح راه كانت بحال شي نصر غادي محلقوا بخير وعلى خير وجيتي حيدتي لي الريجيل وقزفتي وما خليته يطيح البارح صاحبي واش الي ضروه والي كوش حيت سي مكوش والله اخويا هذا هو السيناريو اللي كنت خايف منه وكنت باغي نعيط لمنير والبارح وما والو خاطر يعني خفت ما انا شي الوداد هاد الماتشات اللي كيكونوا ماتشات كما كنقولوا حنا ماتشات بيج كنت هذاك بيد ديال واحد ما ربحش راه على الاقل كون كانوا ماركين جوج يقدروا كاع الاهلي حتى الاخر يماركيو على كل شي حاجه بعدا كتسمى تعادل هذيك الساعه بعدا راه تقدر دير شي حاجه ولا ما تمشي اللي تيرو بيت مثلا ولا البروغاس ولا شي حاجه وغير مثلا فهمتي كنشوف انا شي حوايج اللي كيوقعوا اخويا انا البارح كنشوف انا البونتوش ما عندكش شي لعابه اللي لله الله وصافي والله كتشوف الاهلي صاحبي راه كيدخل ربما راه دخل فرقه اخرى هاد اللعابه كانوا عنده تمايا في كيحيد واحد كاين السيف واحد كيحيد واحد كاين السيف واحد وشي الوداد البارح على بريمير ميطو راه كانوا ماركيو جبيوت بريمير ميطو كانوا يسالوا بواحد جوج يعني كانوا كيوصلوا البوطو بالخف وشتي الماتش ديال الالي الماتش ديال الالي وصلنا البوطو اكثر من البارح البارح ما البارح من غير هذوك اللي بالاريط اللي كانوا كيتسيروا راه دائما السي ميلود اخويا فخر الدين راه المدرب ديالهم ملي كان كيهضر اش قال؟ قال لك الضغط غيكون دابا على اللاعبين ديال الفريق الوداد فريمو حيت هي اللي شي حاجه عاديه السي ميلود دائما الفريق المستقبل انت ملي كتمشي شتي انا كندوي معك الوداد كون مشات لعبات لا فينال تما نقدر نقول لك تجيبوا ب 90% من او كنا نجيو متعادلين او كنا نجيو متعادلين لا خلي تعادل انا كندوي معك على شوف انا كندوي معك على سالينا كاع لالي هنايا وغنمشيو نديرو الروتور تما الوداد تقدر تجيب سميتو التيتر تجيب لكم من علاش لان الضغط غيكون عاوتاني على الاهلي وما يقدروش عليه والوداد الحمد لله غادي تكون ترونكيل ترونكيل بصح وما كاين مشكل اخويا انا كنشوف شوف اي فريق اللي كيلعب على 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 عده وجهات راه اصلا الفريق باش كيكون قوي للبونتوج ديالو واش ملي كيتلفت كيشوف اللعابه صاحبي اللي انا بعد شي كاين شي غموض اللي ما كتفهموش صاحبي واش لاعب كيجيبوه
ميور جور العام اللي فات مع شباب محمدي وما كتعطيش لي طندوجو ما كاين شي حوايج اللي ما كتفهمهمش. هذاك ابو سفيان راه كان شي ماتشات كيدير مزوينين صاحبي باللي البارحه ما كاينش كاع في الكراده وما ولا في اللي هضر عليه نيت منير وكل شيء. بعض المرات كتشوفوا تبارك الله فهمتيني هذا هو المشكل. كاين هذاك الدري هذاك ديال سميتو هذاك سميتو اللي جابهم من المحمديه كاين شي مترجي ما مترجي كاين المترجي وكاين هذاك هما باعوش راه هما باعوش وراه كون كيعطوا واحد الوقت ديالو مثلا مليون ديفونسيف راه غيعاون لك مثلا باقي دري صغير وهذاك الشيء ما دابا اللي عطى اللي عطى هذاك ديك كون حيد دابا سميتو الله انت شوف كيما كيقول لك حنا سيرنا الاول كيقول لك البكاء ورا الميت خساره سي فري حنا دابا المهم كيتكونسونطراو على البطوله ان شاء الله الرحمن الرحيم بقى لنا كاس العرش غادي ندوزو في احسن ميه يورب وراه غادي نمشيو مثلا لكاس العرب غادي نشوفوا شنو ربما يقدروا يزيدوا يعزوا فهمتي يديروا شي انتدابات جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنشكرك اخويا فخر الدين الله يرحم الوالدين الله يبارك لك شكرا لك السي ميلود شكرا لك السي ميلود الله يحفظك شكرا لك. المؤسف هو ذاك البيت اللي ماركات الاهلي البارح اول بيت كيتماركا على الوداد هذا العام في الكومبلكس الكومبلكس هدف تساوي تيتر ما بيناش الوداد يوقع لها بحال الترجي افريقيا من 2019 ما بقاتش كيف كانت وفرق في هذا النيفو حط غير الاهلي شي شويه الفوق من حيث الامكانيات وزيد عليها سان داونز حتى هي والوداد من حيث الامكانيات قادره تجيب واحد العينه من اللاعبين اللي كتمشي بها اما الترجي هذا العام راه عندهم لو ريسك ديال حتى كاس الكاف ما يتكاليفوش لها البطوله باقي عندهم اربعه ديال الدورات مكلاسين تروازيام في البطوله محنين هذه الترجي بدلوا عاوتاني المدرب راه رجعوا معين الشعباني ايوا خليه مشى نبيل معلول رجع معين الشعباني شو الدار البيضاء شو عند مراد مراد من الدار البيضاء مرحبا سي مراد السلام عليكم سي منير اهلا وسهلا خويا مراد تحياتي ديال بخير الله يحفظك اودي سي مراد بارك الله فيك تحياتي الو تفضل سي مراد الله يبارك فيك خويا بارك الله فيك انا هو مول الغدا راه مازال كيتسنى فقط ديال الغدا مرحبا بك اخويا مرحبا الغدا غيبقى يتاجل لا خليه لا تيكبر ما شاء الله تيكبر في التفصيل زيد تفضل مرحبا بك خويا خويا فخر الدين بعدا كنتحسوا لذاك الفقدان ديال لاكوب البارح كامل في الملعب وراك شفتي اول حاجه غنهضر عليها هي التنظيم تنظيم البارح كان عندي اكس الكيران كامل بحكم العمل ديالي في مجال الاتصالات لانه كانوا دي بيرسون من الكاف اللي كيتعاملوا بواحد الطريقه لا حول ولا قوه الا بالله ما كيهضرش معك بطريقه بعيده مؤدبه شفنا واحد الذوبه في الكراسه جيب الكراسه ما فهمتش داك التنظيم اش حتى داك الكراسه اللي كانوا كيطلعوا قدامي هذوك واش فيهم فخر الدين راك تمريح بونغو لا حيت انا بقيت كنشوف هذوك ما فهمتوش انت لا تشرح ليا انا نشرح لك جو دي بيرسون داكور ما عطاوش لي بلاص شوف جو دي بيرسون مع الطلين قال تسعة ونص مع وليداتهم ناس ديال رؤساء فرق وناس ديال الدوله كيجي ما كيلقاش كرسي كيمشي كيعيط على خمسه الكرات كيريحوا مجموعه هذه الاولى الثانيه إذا بغينا ننظموا بحال التظاهرات وفينال ديال الشامبيونز ليغ راه خاصنا نشوفوا ذوك الكرات مثلا كاينه 2000 مقعد في الميرصا وفي لازون دي زون 3 كذا هذيك 2000 تكون مرقمه مزيان هذا الشيء نجي انا عندي دي شاري ب 1000 درهم نجي نقلب على الرقم ديالهم نبدا نوض الصباعات والماتش اليوم هذه غنساوها غندوزو دابا للتحليل ديال الماتش ديال الماتش انا معاك 100% في فخر الدين وانت رقم واحد في التحليل باش يكون اكواس وبدون عاطفه لا بالعكس والله الا تنقولها اللي قدرنا الله معاك شوف انا معاك الفيطه الاولى جبنا ان بيت اتخافيخ والنجم اللي كان كيف ما قلتي انت مزيان فوق كان مزيان تبارك الله هو بوهران شتي الكوبرا اللي جاب منها البيت راه ماشي وحده اللي جابو نجم ولا هذيك بالضبط فخر الدين اللي جا منها البيت راه كان فاتح رميات ديال اول نجم معلول طاح فوق من عرفتو طاح فوق منه وجا هذاك البيشاش الاولى الزقله الثانيه الزقله الثالثه كانت طاحت في المواقع هذه الاولى وهرا كان كيرجع من وجده كيرجع الله يرضي عليك كان كيرجع قلتها كان عنده ذاك الجريات بوهرا احسن ماتش دار بوهرا البارح تبارك الله عليه شوف البارح كان اودوسي
هذا انا شفتو انا مقابلو مقابلو قبل فاندر بروك باش يهضر معاه واخا دوز النقطه الاولى راتين بواحد الاهلي تالفين دخلنا الدوزيام ميطون ميطون ديال المدرب المدرب وفويهم بانك راه ما درتش والو راه يلاه يلاه جيت قريبا التعادل واقع يلاه واحد الزيرو راه باقي يقدروا يرجعوا لك رجعوا دابا للبون فور ديال الماتش الاهلي خرجوا خرجوا بجوج صفر في النقطه الاولى كانوا مرتبتين شحال كانت تستاهل الحمراء ملي تقاس تسيمه تسيمه بدون شخصيه يقيسك العاب التوني جركم تعطيش حمراء راه راه لا اله الا الله ثانيا دخلنا دخلنا هما دخلوا دخلوا بواحد الغون بلاصون اللي قلتي عليه انت داز كوتشي في دوك لي فلاو في الدقيقه 60 دخلك دخلك جوج ديال لي زاتاكو دخلك مكدي كبشا ودخلك عبد القادر هما دوك هادو هادو دازو هادو دازو بالخف دازو انت اش درتي خرجتي مهره ودخلتي لينا المترجي المترجي اللي جايب بليسيور ما قادرش ما قادرش انا سمعت الديكلاراسيون ديالو قال لهم واحد كاع واش غيلعب وكان تكلين الراس وهو في 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 طاب فيليب تكلين الراس وانت تدخلو في ماتش واحد الخلا ثانيا ثانيا هو من بعد من بعد ها اون فوا اون فوا درتي لك درتي لك شوفمون ديال المترجي لعبوا مهره درت خمس دقائق قال لك هو دار شوفمون عاوتاني هو دارهم لا هو دارهم في ذاك التوقف اللي كان لا خلي جوج ديال التوقف سي فخر الدين هذا ماشي الاخرين الاخرين اللي كان دار اللي كان دار اللي كان دار ديك الساعه عرفتها دار جوج جوج من بعدها اللي غير التموج الجديد ديال 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 عبد المنعم بفوت دو ماركاج خاصو يكونوا جوج تما فلا هو تهز عليها هذا شوف هذوك هذاك الكورنر ديال البريمي بوتو ديما تيكونوا صعاب السي مراد صعاب متفق معك ولكن هذا الماتش راه ماشي ماتش سهل راه ماشي ماتش ديال الاخطاء ولا ولكن راه لا يعقل في الاهلي ونفس اللعاب بنفس الطريقه يعني على الاقل نكونوا شفنا نكونوا عارفين اجدر اجدر المدرب اجدر المدرب ديال الاهلي من بعد ملي جا التعادل دخل دخلك ديفونسور يعني ها هو ها هو قراك ديجا رامي ربيعه لا شتي مراد منين منين داروا التعادل دخلتي عندهم غادي يدخلوك لعندهم حيت هما هذيك الوقيته كيطيروا هما في ديك القضيه ديال تبقى 20 دقيقه وداك الشيء ديالهم هذيك مراد ديالهم تعرفوا لهم تعرفوا لهم عندهم ما كاين شوف ما كيرتابكوش هما في ديك الوقيته ماشي هما بداو كيتعانقوا في لو بون دو توش قبل كاع فين ما كيخرج شي لعاب كيتعانقوا زعما راه حنا ديجا دينا لا كوب ديجا هو تحرميه شوف كما كيقول منير بهذاك الضعف ديالهم في هذه البطوله كامله راه شوف فين وصلوا وشو واش داروا انا السي فخر الدين غادي نكمل معك غير بواحد النقطه وشوفوا واش يدي في الامر مرحبا بك مرحبا دقيقه مثلا دقيقه في العين دقيقه في العين واش ما كانش انه خاص اول واحد يخرج هو الحسوني اول واحد يخرج انت دابا انت بغيتي الشونجمون انا قلت المنير شي في الفيستير نورمالمون كان خصو يوقع تغيير لا انا نكمل لك غير النقطه ديالي وشوف واش سيدي الراي زيد باش واخا ما شونجيش في الفيستير ما شونجيش الحسوني اول واحد كنا خاصنا نبداو به الشونجمون هو الحسوني ندخلو الجعلي راه شي راه قلنا راه قلنا هادشي باش تمثالك باش تمثالك المليون الميليو تاعي ثاني شونجمون انا اللي كان في الراي ديالي هو انك الا خرجتي اون نجم ولا بوهره كنتي او موان بعدا توصل دقيقه 80 وتزيد ترونفورسي واحد دخل ابو الفتح اللور وزيد جبراني تليبيرا من اللور ويلعب القدام ويوليو عندك خمسه ثلاثه جوج ايوا وزائد ان حنا كندويو عليها ديما مرارا وتكرارا ليفيكتيف تخلي واحد اخر باش تخلي خويا مراد افخر الدين راه مولير نقطه بسرعه هذيك ليفيكتيف هذيك ليفيكتيف خصك لعابه طالعين من الكراد واش خصك لعابه غير يلعبوا مع الجمهور الفوق وضع عليا راه كيف خدمتي شافت هادشي هذا واش خصك لعابه طالعين الكراد واش لعب من ضعفه واش بغيتي يديروا ما يطلعوش ولا ماشي وكات انا بغيت انا خاصني لعاب في البريمير ليغ خاص يكون كيعطي ولا ما بيكونش ثاني لا ايوا ما بيكونش لي خويا مهاجم واحد لعب به العام كامل انا تحيه لك سي مراد الله يحفظك اخويا مراد شكرا لك واه فخر الدين راه جاوبتي ويلا قلتي الفرقه كبيره عليك اش قال لك قلتي الفرقه كبيره عليك علاش انت قال هو اش قال لك تغدخل للتفاصيل التقنيه كان يدير ولا ما كانش يدير لا هو خليت لي الراي ديالو والله العظيم كنا بغينا نضحكوا معاه شويه ودي كندورو التنعيه وكنلقاو حنا كنتشابهوا في كاين فين تشابه لا كنهضر على الماتش كاين ذاك الاحساس ديال شمتها ولا شي حاجه
نزار ميا قبيله اللي كان قال لي على المشروع قال لي علاش نخليو الاسئله ديال المشروع حتى لاخر العام واش مين كان لاخر العام توقف وتعرف راسك فين كاين المشكله السي نزار راه راك ما محتاجش انك توقف وتعرف راسك فين كاين راك عارف راسك فين كاين غير واد الكلمه ديال المشروع واش فعلا كاينه راه ما كايناش كنبقاو غاديين مقدرين هاد لا سيزون شنو جاب فيها الله شنو دار فيها الله سير سيدي مرحبا يلا كنساليو 30 جوان شكون اللي فان كونطرا شكون اللي جاي شكون اللي ما جايش احنا غاديين والعام الجاي عاوتاني وغادي بعض المرات سيدي ربي راه كيجيب الله التيسير عند بعض الفرق وبعض المرات راه كتلقى ناس خدامين وما عندكش الحظ انك تكون معاهم نمشيو لاكادير عند السي عصام مرحبا السي عصام منير بخير اهلا وسهلا كيف حالك كيداير بخير الله يبارك فيك انا بالنسبه لي ممكن نهضروا على الماتش ديال البارح بالنسبه الى شفنا الاهلي شحال كدور الاهلي ميزانيه الاهلي شحال كدور شوف عصام ايه صنطي الله يرحم والديك باش نكون معك باش نكون معك صريح الله يرحم والديك انا راه بغيت نيفيتي انا ومنير هاد اللغه اللي تكلمنا بها حنا منذ مده واللي ما بالنسبه لي انا عفوتها والله العظيم غادي تبقى تقول لي باش كدور لو ستاف اللي عند اهلي شكون هما الناس هذا الله يرحم بك راه قالها مول هضر معايا عصام في هادشي اللي كنتالموا به دابا حنا حاليا غير خلي هذاك الشيء خليه راه 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 باين باين راه باين السي عصام وي حيت الا دخلتي لهاد المقارنه الاحسن تقول خليهم يلعبوا بوحدهم ولا ما يلعبوا معاهم عليك صح ولكن على ما يكون فينا حنا النفس لا صعيب لا صعيب صعيب داك الشيء راه قال لك شوف راه قال لك منير حنا كيفاش كنمشيو صعيب داك الشيء عصام الله يرضي عليك شي بعد ما صعيب والو فاش وصلوهم ما نقدروا نوصلوا حنا لا خاصك يكون عندك اي خاصك يكون عندك بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الحوايج يكونوا عندك لا حيت دابا داك الشيء كنشوفو حنا كنشوفو كلشي دوك عندك دابا الجيش ولا عندك الوداد ولا عندك الرجاء فضيحه يا ربي ما تجبدش لي الوداد والرجاء الله يرحم والديك راه حنا هنا في كازا وعارفين اش واقع نرضي عليك السي عصام سير توكل على الله قول لنا يا انا نتفق معاك من حيث الشعبيه من حيث هذاك الشيء ما شوف الهيكله انا كنقول لك على التسيير ماشي لا التسيير راه هو اللي قال لك منير الهيكله شبه مستحيل الله يرضي عليك شكرا على الله السي عصام الا كاين شي نقطه اخرى انا مزال ما فين غادي يتقاد راه هذاك هو الحاجه اللي ما بيدوش يتقاد راه ما غاديش يتقاد الا ما تقادت ما يتقاد حتى بلا صح الله ماشي مشكل سير الله السي عصام ان شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك شوف ما حد كتهضر باش نبقاو لا منير حيت هذيك نجيو للراديو حنايا ونبغاو ثاني نبقاو نعاودوا نفس الكلام اللي قلناه انا وياك واقيلا هذه 3 سنين ولا ما عرفت واللي قلته انا في راديو مارس هذه 20 عام واللي تنقولوا حنا اجعل شي بركه حيت هذه النقطه هذه هذا الثابت راه كاين امر واقع واقع قلناها كاين فوارق كبيره بيناتكم كلمه كاين فرق ما بين شي حاجه لهذا وحنا اللي كنعيشوا على نتائج على بطوله على هذا وصافي ورغم ذلك مره مره كتدخل معاهم كود كتلقى راسك معاهم في نار وكتدي ليهم راه ديجا مزيانه غير هي تالين الله اعلم ايوا صحاب فابور ما كيجيو حتى لاخر دقيقه وداد فاس واش غنقول لك انا ضرني صحاب داكشي البريميوم البارح وصحاب دوك الوراق ديال الثمن اللي طالع وما لقاوش كيفاش يدخلوا البارح جالسين تنشوف صحاب الفي اي بي اللي كيطلعوا من حدا كتبقى تشوف كتقول الله ما نسكت في اي بي لا اش كنقول لك انايا حنا راه هذيك الورقه ديالنا انا رشيد كنجبدوها لشي غاديين وكان تنقول كيفاش مساكن دوك الدراري هادو اللي كيقطعوا جيت الكرياج وهادو كيفاش مساكن كيفاش كيوصلوا للتيران حق لهم كيمشيو مع الجوج ومع الثلاثه وما. انت جاي وكتوري الاول وتوري الثاني وتوري الثالث وتوري هذا وانا مقصر معاهم انا هذوك عزيزين هذوك صحاب السيكيوريتي تقول لي هاك وتنعطي عاوتاني تيقول لي لا شتا تنقول لي زيد شوفها عاوتاني لا كفي المية سكانيها وتنضحك معاه تنقول لي زيد جابني لك الله اليوم انا قصر معاكم كاين شي حوايج ما عرفت ياسير ميزانية الاهلي ميزانية الاهلي المنتخب السيموني الله يجازيك بخير يا سي ايوب كودي حنا تفقنا حتى لغدا اليوم لا لعب اليوم لعب غدا ان شاء الله نهضروا على هذا الشيء اللي غنشوفوا اليوم غادي نهضروا على التيران انا بغيتيني نهضر لك على شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء ما كيهمنيش اللي كيهمني انا هو المستطيل الاخضر هو اللي كيهمني وحسن انفعل صراحه منير لا صافي شوف بغيتي تكون احترافي انا كنهضر على الكره داك الشيء اللي من غير الكره انا ما كيهمنيش
فهمتي اش بنقول لك؟ انا عطيني المستطيل الاخضر. اليوم راه غيكون واحد الماتش المستطيل الاخضر. سلامة. صديقنا ديال مسجد الطاهري قال لك السيمونير شي ماتش في حي عادل، فين غتلعب في حي عادل؟ باقي فين تلعب في حي عادل بعدا؟ ما كاينش فين تلعب في حي عادل، وسائر الاحياء كاع تما اللي في النواحي كاين واحد تيران سانتيتيك راه مسيج بالكرياج. المهم الا عندك شي زهر تلعب فيه. الاعلام المصري دابا خدامين مصر ام الدنيا حقهم اخويا. مصر اللي قالها صافي هما ملي كيقولوا داك الشيء، هما بعدا في الاول ملي كانوا كيهضروا راه الطريقه ديالهم كيفاش كيديروا هذاك الشيء عاوتاني كاين فرق. قلنا هذاك النهار غير هو حنا عارفين دابا هما الا ربحوا راه اللعابه كانوا رجاله وكلشي مزيان، كون خسروا راه الاربيط والقجاع والشيء الاخر. هذه عقيده عندهم ما يمكنش تحيدها لهم. لانت لا انا ناخذ واحد الفاصل مع السي رضا ونرجعوا نواصلوا الاستقبال ديال المكالمات ديالكم على 0522 36 05 36. انتم دائما في الاستماع على برنامج البطوله على الشاد اف ام. كان شويه الازعاج من عند مريم واجيه. مريم واجيه صافي مريم، الله يسامح. شاركوا مع صافي السي فخر الدين، ما تقلقش لينا حتى الغدا ما يكون غير خاطرك على ليكيب ناسيونال. لا ما شرحتي شكرا لك خويا، حيت ما عندي ما نقول. ماشي كاس العالم الانديه اول مباراه دابا على اين كاس السي بلاك كتهضر؟ واش النسخه ديال سبعه الانديه راه باقي فيها ايديسيون غتلعب في السعوديه الاهلي ولا غيكون فيها، وعاد الاخرى اللي فيها 24 منتخب ولا 32 منتخب اللي غتلعب ما عرفناش فين، باقي ما تقالش فين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا السيد كالا قلتها في اول وهله لما اتى الناصري بالبلجيكي الذي ليس له من يشفع تدريب الوداد. تحيه لعبد الرزاق خيري. تحيه ليه؟ صيفط واحد الميساج حتى هو كيشاطرنا يعني هو مسكين كيتاسف وميم طون هضر على يمكن هو بحكم القرب ديالو من فريق الجيش الملكي وعارف المدرب. فهمتيني اش بنقول لك؟ اييه هو راه هو في جميع الحالات كان باغي يجي مهنا. شتي على منظر عندنا كيوقع عندنا في المغرب الوغ كو مشيتي للسعوديه ما دوزتيش فيها حتى. شرحوا لنا الله يرحم الوالدين اشنو شاف المدرب فاش خرج اناجم وبهره. لا بعدا الاولاني هو بهره الدين بهره كيفاش شوف. لا انا اللي غادي يفاجئني راه هو والله العظيم كنا في ليكرادان راه مشكله والله العظيم منير ملي كتشوف ديك الشونجمون كتفاجئ بحال انت ما كتفرجش بحال اللي كيشوف هو. جو سوفيان قال لك تشمتنا ولكن ما خصناش نريبو. لا حتى واحد ما كيريب دابا، والدليل بعد نهايه المباراه البارح الجماهير راه شجعت اللعابه. الوداد يعني وحتى اللي غيريب انا كنظن بالنسبه لي انا غيكون غلط. بغيتي تناقش كيف قلت لك انا قبيله شتي كمونير ناقشوا المباراه بهدوء. اييه واش كنناقشوا دابا اسباب ضياع صافي اللقب هنا في الدار البيضاء واش كنناقشوا على ساعه ونص اللي كنناقشوا ديال البارح هاد اللغه ديال الترياب. انا ما كاينش لا راه عرفتوا هاد اللغه ديال الترياب ما بغيتش نسمع انا. اللي كيريب اصلا هو اللي ما عندوش درايه بالكره وما عارفش الكره اش كتوجد لك. اللي كيريب هو الفرقه ملي كتربح واحد الماتش ومني كيجي كياخذ التليفون كيكون ديك الساعه كيريب فيا انا وياك حنايا وهذا وما كيقبلش بان راه الا ساليتي هذا الماتش ديال ساعه ونص تابعك ماتش اخر هذاك هو اللي كيريب. محمد الفاطمي تحتاج الفرق المغربيه لمشروع حقيقي يستثمر في الاطفال الصغار والاعتماد على المواهب المحليه. ايوا راك ما كذبتيش اسي محمد تحتاج غنبقاو ديما نحتاجو. رضا لو وقف ليه التليفون كاع صافي سبحان الله العظيم. حركوا حرك شويه ولا ضربوا مع الارض. شوف لك ماشي شي متصل تما مبوشي هذاك محشومه من باقي واحد شويه الوقت. سيمونير الفريق اللي سجلوا ليه المدافعين ويدافع وكيدافعوا ليه المهاجمين لا خير فيه. هذا حال فرقنا المغربيه وعلى راسهم الوداد. والفريق اللي كيسجلوا ليه المدافعين راه سي ان افونتاج عندك مدافعين اللي كانوا كيماركيو. والفريق اللي كيدافعوا فيه المهاجمين دونك راه كاين واحد لو سيستيم دو جو اللي فيه المهاجمين كيكونوا ما تعممش هذا الشيء على حيت مش اقيلا داز هذاك الوقت ديال انت في البوست ديالك فخر الدين
يا دروا تسنى حدا الباندا ما غاديرش المجهود. انا جا واحد انجليزي بغى يفرض عليا نرجع عليه وما قدرتش. مايكل ايفيريت لكن عاوتاني حنا كان عندنا واحد الدور ولا راه عليا ندير لك لا ديفيرونس. لا ما طلبش مني ندخل الدار معاك وداك الشيء باش كنبقى فريق. راه تي هذه عاوتاني فيها. انا جا بريزيلي الوداد منع عليا التسخينات. يلا كي جاتك هذه؟ ايوا كنت ديك سامر حرب حردان ومع الدراري ما تعقلش على البرازيلي اللي كان جا للوداد كان باقي الشريف وباقي لا لا ما نعقلش ما تعقلش انت على هذه الحقبه هذه. اول مره كنعرفوا لي زيتيرمو داكشي ديال انا كنت كان رقيق بزاف ضعيف منع عليا ملي كنكون لاعب مع الفرقه على انني ندير التسخينات. علاش باش شرحها ليا باش قال لي انت الا خرجتي درتي واحد ساعه الله روب ديال التسخينات هي هذه غتعطيني انا في التيران. قال لي كتحيد ديك لافريشور ديالك كامل لان انت قال لي ضعيف. انا ما يمكنش نسخن قدام عربيه حردان وصحيتها والدراري والعلاوي وصافاري ولا بنفس اللي كانوا الطريقه بنفس الطريقه لان تبارك الله عندهم هذوك كانوا عندهم بنيه تبارك الله صحيحه فهمتيني شيشه واحد عدد كبير ديال دا سيلفا هذا ولا ما عرفت سميتو واحد البريزيلي كان جا من سميتو ظريف مسكين رشيد الا كان كيسمعني عطينا لا لا عندي سميه حتى انا ما عقلتش انا منع عليا وانت بقى تقول عقلتي ترك باقي صغير تبقى تقول عقلتي خليك انا انت في هادشي ديال 90 وانت جاي واش ديال 90 ايوا 90 امولي انت شحال انا نهضر معاك انا في 86 الفوق قال لك 90 شويه واش شويه شويه على كنتي كتراجع الكتوبه وداك الشيء لا الكوره كنتبعها في 86 من 86 انا عندي 6 سنين ايه ما عشتش وانت كتقول لي الرضاعه كتهضر حنا حيدنا العام الاول الرضاعه خليت هادشي ايمان غدا ايمان عاوتاني تهضر معاه على عشتي على يوسف روسي الفوق يوسف روسي وباصيرو تحتاج وسي خالد الزين دابا قلتي لي واحد الحاجه سواريز 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 بقى فيا مسكين رشيد طورين والله العظيم بغيت نهضر معاه صيفط لي واحد الاوديو باش نقول لي انا شتو غبر عليا انا عارفك مسكين الاحساس ديالو حتى هو هذا من الناس اللي صراحه اللي كيبغوا الوداد وتعرفوا وهذا واحد من الناس اللي مسكين نهار تاع ربوس والله العظيم باش نقول نعطيو لكل ذي حق حقه باش تعرف الجمهور راه كاين الناس اللي كانت متخوفه من هذاك الاختلاط كيعجبوني انا الدراري بحال هذو اللي تيكون عندهم نظره يعني كيكون هنا عارف اش كيقول وحنا جينا سولنا هنا بعدا لا انت قلتيها تبارك الله عليك حطيتيها في سميتو كل واحد كيفاش خداها وكاين اللي خداها عاوتاني ولا الحافز مزيان الله يهديك شوف الله يرحمك اموني خليني هنا خلاها الزاكي في 2004 فاش المغاربه والاحتفالات دخلوا للوطيل اللي كانوا الدراري فيه في الليله ديال لا فينال من غير رشيد طورينو سفيان شياد من المسير تا هو سفيان شياد تحيه سفيان تحيه لسفيان شياد تا هو لوبوك تا هو ديال رمزي براد الله يرحمه ديال دري السلاوي وديال نور الدين الكنان انا مشيت ذاك النهار سبحان الله العظيم وصدق طالع للدار ولقيت نور الدين الكنان سلم عليك مو بالله لقيت العائله والله العظيم ساكن وكانوا سمعوا ذاك سميتو لقيت واحد العدد كبير من الناس ساكن ذاك النهار ايوا احنا الناس اللي عشنا معاهم راه ما نسيناهمش واحد لا حيت هو مسكين قال لي راه سمعت ذاك الشيء وهذا الدراري مساكن ديالنا الناس اللي واحد اللي كنت نسيت ذاك النهار فاش كنا هضرنا عليهم هو عثمان الشريف العالمي الشريف العالمي عثمان الشريف تينيس مان الداهية عثمان الشريف العالمي خصنا نثيقوا في المدربين المغاربه خالد الزين هذا دابا انت كتسمع دابا دابا انا نقول لك خصنا نشريو الحواله علاش باش نعيدوا علاش بالضبط حيت عيد الكبير ايه خصنا نصومو حيت رمضان علاش حيت رمضان خصنا نشريو الحوايج زوينين الدراري علاش في العيد عيد الميولد خصنا نمشيو للبحر حيت الصيف خصنا نعومو دابا الوداد هذا خصنا مدرب مغربي غدا الفرقه كبيره عليه ما يبقاش هذا المدرب المغربي عاوتاني والله يهديك امونير الله يهديك داكشي على حساب المسمن ولا كيقول هذاك المتمن كاين دابا اللي كياكل المسمن وكاين اللي كياكل المتمن والله العظيم خلينا نشوف حالنا لا ماشي خلينا نشوف حالنا والله يا اخويا كنتاسف امونير مع الاسف كنتاسف على شي حوايج شفتهم البارح في الملعب كيما كاع الناس وكنشوف الناس اللي خصها تستحق
وتشوفها جالسه حتى هي ومشرفه ومعززه مكرمه. كنشوف الجهه الاخرى شكون اللي هذا كما قال لك كنشوف كراسه كيطلعوا كنشوف كيفاش كداخل انا ورشيد وكيفاش ها هما البوليس تا كنت يعنقوا فيا كنت يقول لي هذيك الورقه خصك توريها لسميتو تصفر طلال العظيم واش دخل الجنه نقدر نوريها شي 80 مره حيت انا غندخل واحد البلاصه فيها النعيم وفيها التفاح وفيها كتشوف راسك زعما علاش هاد كما قال دويدو البارح مسكين قال لك هاد الحديد كله من هنا وانت غادي زعما من اللي ساسفة وانت جاي هز هذيك الورقه ما كتوصل حتى تعيا تحيه لك فخر الدين خلينا نكمل صافي سالينا راه سالينا والو في عمرنا سالينا حنا غدا نكملوا المسالي نكملوا يا سيدي انا غنسالي لهم تحية الكابتن فخر الدين مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم الساعة الثالثة بالستوديوهات شادا اف ام نتلاقاو غدا ان شاء الله.